عرفنا يا شباب في المحاضرات السابقة ازاي نعمل اكسل شيت بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، وعملتوه بالفعل. ارسل لنا بعض الزملاء، انا اخدت بالصدفة كده ملف الزميل محمد بدر، رقمه في الكشف 173، وبدأت نشتغل عليه نعدل بس بعض الحاجات. هو الراجل مشكورا عمل كل الزونز وعمل المساحات والبادجت توتال كوست. كل اللي انا عملته اللي هتلاقي حضرتك اليالو كولرز والوايت كولرز دي والريد كولرز هربوها مع بعض. عملنا ايه؟ انا عملت مجرد بس كوميوليتيفز. كوميوليتيف ازاي؟ عملت كوميوليتيفز اول مره لو عملنا فلترز على الزون، عملت كوميوليتيف للزون، يعني كل زون بالتكلفه بتاعتها. تمام؟ وبالتالي كل الزونات اللي هو المشروع الرئيسي هتكون المساحه بتاعته، لان يعني بنتكلم على ان ده المساحه ودي التكلفه بتاعته. فنيجي عندي زون واحد التكلفه بتاعتها اللي قصادها، زون اثنين وهكذا، وزون ثلاثه وزون اربعه المساحه بتاعتها. بعد كده قصاد المساحه التكلفه، عملنا دول كده. نلاقي مثلا زون واحد يا شباب عامله 613380 متر مسطح. تمام. زون اثنين عامله 1,083,000، زون ثلاثه عامله دي المساحات بتاعتها 1,239,000، زون اربعه عامله 922 بالتكلفه بتاعتها كل واحده قصادها، دي 116,000 وكسور ودي 205,000. طبعا الزونات اللي في النص طبعا بالفعل لازم تكون كبيره، لان اصلا هي اولا حجم العمل فيها كتير. يعني لاحظ ان انا عندي زون اثنين وزون ثلاثه حجم العمل فيهم كتير، عاملين الاثنين حوالي يعني 200 مليون، ودي عامله 235. والزونات اللي على الاطراف بتقل، يعني زون اربعه بدات تقل التكلفه بتاعتها عامله 175، وزون واحد هي اقل واحده صغيره. زون واحد طبعا اقل واحده صغيره في التكلفه بتاعتها كانت عامله كام؟ عامله 116 مليون. تمام؟ اذا زون اكبر الزونات زون اثنين وزون ثلاثه، ليه؟ لانهم في النص، وفي النص في اعمال شبكات كتير. وزون طبعا بتليهم زون اربعه، واصغر زون في التكلفه زون واحد. تمام؟ لحد كده احنا توصلنا زي الفل. الشغل دي شرحناه مع بعض وكملناه. بالمناسبه دي اخر مره ابعت فيها الاكسل شيت يا شباب، ما عادش هبعت اكسل خلاص، المحاضره اللي فاتت كانت اخر مره. مطلوب من حضرتك هتبدا تعمل الشغل زي الناس اللي بعتت كده، وبعد كده هتتابع معانا وهتعمل ملف الاكس ار فايل ستيب باي ستيب، ودي هيكون من شروط منح الشهاده، ان يكون كل واحد هيبعت لي ملف على الايميل اللي مع المهندس اسامه والمهندس احمد حسام الدعم الفني. هيكون في تبعت لي فولدر يكون فيه ملف الاكسل وملف الاكس ار فايل. تمام؟ طيب بعد كده يا شباب احنا لازم نشيك. طبعا لما جينا عملنا المساحه كانت اقل تقريبا على ما اتذكر، المساحه قلت حوالي 1000 تقريبا 1675. يعني كانت المساحه الاجماليه، انا عندي المساحه الكليه بتاعت المشروع، كله بس يركز معانا في النقطه دي. المساحه الكليه بتاعت المشروع كانت 3,858,589. هي كانت اقل في كام؟ اقل في حوالي 1000 وكسور. 1000 وكسور دي يعني انت تتكلم مثلا 1600 متر مسطح، يعني 116. ودي بسبب بيرجع لسبب ايه يا باشمهندس؟ حضرتك لو زومت كده عملت زوم ان على الملف بسبب الاخطاء الصغيره دي. تمام؟ يعني دي بسبب الاخطاء. انت طبعا عمرك ما توصل بنسبه 100%. ليه؟ لان بسبب الاخطاء دي. طبعا لاحظ انا واخد المقياس من هنا، وبعد كده بناخد مره من هنا، فدي الاخطاء. بنعمل ايه في الاخطاء دي يا باشمهندس؟ معاك حل من الاثنين. طبعا انا عملتها تيسيرا للامور. لو تفتكروا حضراتكم كانت عامله 141,000 وكسور، عامله دلوقتي 143,000. ولكن حضرتك لو هتشتغل انت بشغلك، انا عملتها طبعا عشان ايه؟ تسهيلا لنا ان احنا ننجز، احنا نبقى فاهمين المضمون. طب حضرتك بتعمل ايه؟ انت عندك 15 منطقه.
بتقسم الرقم ال1000 دي طالع على 15 وبتيجي بتكبر الكسور بمعنى اصح، بتبدا تزود الاضافات بتاعتك، توزع الخطا اللي هو ال1000 بتوزعه على ال15 اريا، ولو هتوزعه بالنسب بقى طبعا انت وايه وحسب اهميتك للعمل او اهميه المشروع. تمام؟ طيب بنيجي بعد كده وصلنا للمساحه الاجماليه اللي هي 3,858,589. تمام؟ كان الاجمالي بتاعها لاحظ ان هي مش رقم، لاحظ هنا فوق تجميعه ارقام، تجميعه الزونات، يعني تجميعه زون واحد وزون اثنين وزون ثلاثه وزون اربعه، يبقى اذا الرقم دي اصبح شبيه 100% بالرقم اللي حضرتك ايه جبناه من البي او كيو اللي هو 3,858. تمام؟ دي اول نقطه حضرتك بتتاكد منها وبتظبطها في الاكسل اللي بتاع حضرتك. تمام، اذا معانا احنا لاحظ برضو ان 733,131,910 دي رقم جه منين؟ جه من التجميعات، من التجميع ان زون واحد وزون اثنين وزون ثلاثه وزون اربعه، ولاحظ ان زون واحد يعني زون واحد اللي احنا اتكلمنا فيها من الاول كده، زون واحد بتاخد من من اللي تحتها. انا مجرد بس بنعمل ايه سميشن واب، سميشن اب، سميشن اب، يعني بمعنى ايه حضرتك لو عملنا فلتر هنا. تمام؟ بنلاقي ان مثلا زون واحد وزون اثنين وزون ثلاثة، زون واحد فيز واحد زون اثنين حد هنا كده بيتجمعوا سميشن تحت زون، زون واحد. تمام؟ وزون اثنين مفروض تتجمع كل زونات اثنين يجوا مع بعض، وزون ثلاثة كله يجي مع بعض، وزون أربعة كله يكون مع الخاص بالزون بتاعته. تمام؟ طيب إذا زون واحد تجميعة كل الفيز بتاعتها، وزون اثنين تجميعة كل الفيز اللي خاصة بيها، وزون ثلاثة تجميعة الثلاث فيز اللي موجودين في زون ثلاثة، وزون أربعة وهكذا. عملت مجرد سمشن. تمام؟ الاجمالي العام بقى، الاجمالي العام اللي هو 733 مليون هو تجميعه الاربعه زونز، زون واحد وزون اثنين وزون ثلاثه وزون اربعه. اكيد اكيد انتم مستوعبين الكلام اللي انا بقوله ده. طيب بنيجي عامل تشيك تاني، انا عندي السعر، السعر كام يا شباب؟ السعر ب 190، فبنضرب المساحه في 190 مفروض نتيجه ضرب رقمين جي 4 في اتش 4، جي 4 اللي هو الرقم ده في اتش 4 اللي هو الرقم ده، والمعادله ظاهره قدامكم. دي تجميعه ايه؟ تجميعه نتيجه ضرب رقمين، المساحه الكليه في سعر، في سعر المتر اداني الرقم ده. طيب الرقم ال 700 هو نفس الرقم 733,131,910 ده، دي جي تجميعه الزونات، الشغل اللي احنا عملناه دي بالكامل. وبالتالي قبل حضرتك يبقى اذا البادجت التوتال كوست، انا وصلت كده لايه؟ وصلت ان البادجت التوتال كوست هي بنسبه 100% ما فيش كسور، لو في هلالات هنا، لو طبعا 910 ونتكلم مثلا في ثلاثه هلله لازم تظبطهم حضرتك قبل ما تنتقل للبرمافيرا، لان دي شرط بيبقى شرط تعاقدي، ان البادجت التوتال كوست هي نفس البي او كيو كوست. تمام؟ هننتقل بعد كده، ويا ريت حضراتكم تركزوا معانا، دي اخر مرحله في الاكسل عشان ننتقل للبرمافيرا، ننتقل للاي دي كود. لاحظ ان انا مرقم، نبدا بقى نحذفها، نشوف نشرحها الاول بعد كده نحذفها. انا مرقم 1000 1 و2 و3 و4 وهنا 8، ولاحظ ان هنا ما فيش ايه؟ ما فيش انشطه، دي دبليو بي اس يا شباب، دي دبليو بي اس، هتنتقل معانا للدبليو اس، وبالتالي مش نشاط. والاي دي خاص بالنشاط، يبقى الاي دي خاص بالانشطه، خاص اللي هو البلو كالرز ده، الانشطه اللي موجوده على يمين الاي دي. يبقى اذا هنا بدت كام؟ بدت ب 108 وبعد كده 109. طيب دي فيها ايه؟ فيها مشكله عشان تبدا تعملها بالبريمافيرا، عشان تبدا تعملها بالاكسل والترقمه دي لازم نعملها لكم بقى، مش هشرحها لكم، لازم نعملها كده عشان بيبقى فيها مشاكل. نبدأ ندلتها عشان أبدأ أرقم يا باشمهندس. ابدأ من بعد الألف وقول له مثلا 1001، لو حضرتك وقلت له مثلا هنا 1002، تمام؟ ولو بدأت أنا أقول له
بدأ، لاحظ هنا حضرتك بدأ يعمل لي إيه؟ بدأ يرقم لي يقول لي 1001 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8، وبدأ يرقم لي الدبليو بي اس ده الإكسل. تمام؟ طيب الحل في الموضوع ده إيه يا شباب؟ بنطبق حضرتك معادلة بسيطة اللي هي معادلة سب توتال، وبعد ما بنطبقها بنلغيها، وهقول لحضرتك تطبقها ليه وتلغيها ليه دلوقتي. هنبدأ نعمل فلتر ونبدأ نقول له هنا بيساوي ايه بقى؟ بيساوي سب توتال، سب توتال. ولاحظ في السب توتال فيها حاجات كتير قوي بقى، لو انت عايز كاونت، لو انت عايز ماكس، لو مينيمم، ومش عارف. انا هقول له كاونت 3 وعد لي من اول هنا الى نفس القصه هنا. تمام؟ وقول له انا عايز بس ايه، ثبت لي العمود الرئيسي ده، هو الدولار سايد ده. تمام؟ واقفل لحضرتك القوس وقول له زود لي 1000 زائد 1000 وقول له بيساوي. تمام؟ وابدا شغل المعادله. تمام؟ بدا يعمل لنا المعادله. تمام؟ نفتح الفلتر. لاحظ بقى حضرتك يا باشمهندس هو هنا ايه؟ بدا يرقم نفس الترقيم اللي انا كنت جايبه من شويه، ولكن لسه ما زالت في مشكله. ايه هي المشكله بقى؟ لو انت اشتغلت سب توتال دي معادله دايناميك. دايناميك بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو عملت فلتر هيبدا يعمل لي كاونت تاني، انا عايز الرقم دي ثابت، مش عايزه معادله. هنفهم دلوقتي مع بعض. تعالوا نشوف الريسورس، احنا هيبقى شغلنا، تعالوا نشوف الريسورس قليل جدا. نشوف الريسورس اللي هو ده، اللي هو الميني رول كومباكتور. الميني رول كومباكتور ده النشاط، نفتكره مع بعض، رقم النشاط دي كام؟ 107. يا باشمهندسين المرحله اللي جايه دي حوالي ربع ساعه او نص ساعه، دي كله شغل، مش حاول، يا ريت كل الناس تركز، لان مش هتلاقيه في اي مكان تاني، مش مشروح تاني في اي مكان. دي كلها خبرات شخصيه او اجتهادات شخصيه. وبالمناسبه لو حد لقى طريقه اسرع في الخطوات اللي احنا هنجيبوها دي، احنا هنعمل محاضره للمناقشه والحاجات دي، نستفاد كلنا. تمام؟ طيب لاحظ حضرتك يا باشمهندس الرقم، الرقم ده اللي هو النشاط اللي احنا هنعمل عليه فلتر، اللي هو ايه؟ installing work tab and back filling for work is installing wearing tab and back and back filling work for pipes trunch. تمام؟ الاي دي بتاعه كام؟ الاي دي بتاعه 7. لاحظ لو عملت فلتر هنا، خد بالك الاي دي كان بتاعه كام؟ 7 بعد ال 1000، يعني احنا نفتكر ان هو ايه، رقمه 7 وخلاص بعد ال 1000. نعمل فلتر عليه، المفروض هو اول واحد ظهر لنا اهوت، هنبدا ناخده طبعا في البرمجه. لاحظ انه بدا ايه، اتغير الرقم بتاعه، بدا بواحد. اذا في مشكله كده في معادله السب توتال. هنبدا نحل المشكله ازاي؟ هنبدا ناخدها كوبي وبيست زي ما هي عشان نلغي فقط معادله السب توتال، ودي اسرع طريقه او افضل طريقه انك تعمل الاي دي كود من الاكسل. تمام؟ كل اللي عليك حضرتك بتعلم عليهم تاني كده. تمام يا باشمهندس؟ وتعمل كنترول سي. تمام؟ وتعمل ايه؟ باست فاليو زي ما هو عادي، مفيش مشكله. كده اصبح رقم عادي. تمام؟ انا كل الحكايه عملت المعادله عشان نرقم، وبعد ما رقمت لغيت المعادله، لان معادله السب توتال هي معادله دايناميك، لو حذفت نشاط بتعمل ري كاونت من جديد، يعني تبدا ترقم لك من جديد بالترتيب. لاحظ بقى ان الرقم المعادله اللي هو كان الاي دي 7 دي، لما نعمل عليه فلتر، لان طبعا شغلنا كله هيكون مرتبط بالنقطه دي، واحنا طبعا يهمنا لازم الاي دي يكون ثابت لانه يونيك. لو عملنا حضرتك فلتر عليه هنلاقي الارقام بتبدا من 7 زي ما هي، اداء 7 ظبط معانا زي ما هو. دي يبقى كده احنا حلينا ايه، دي اول واخر تريكه هتكون موجوده في الاكسل. طيب خلصنا بعد كده حضرتك شغل الاكسل. تمام؟ الاكسل بتاعنا متظبط، الاي دي متظبطه، عرفنا ازاي نعمل الاي دي، نعمل الترقيم بتاع الاي دي عن معادله سب توتال. واللي ما استوعبهاش ممكن يسمع التسجيل، هتكون واضحه ان شاء الله. طيب هننتقل بعد كده يا شباب للبرمافيرا، هنبدا نجهز المشروع بتاعنا، نبدا نجهز المشروع بتاعنا على البرمافيرا عشان نبدا نصدر للملف، الملف الاكسل ده على البرمافيرا. تمام؟ طيب هنبدا نفتح مشروع جديد. حضرتكم طبعا لازم كله يكون مسطب البرمافيرا. هنبدا مشروع جديد.
ممكن نقول ان ماشي نحطه في الكورسز، ما فيش مشكله. الاي دي بتاعته البروجكت اي دي نخليه، احنا عندنا كان واحد في 2020 فور بلاننج كورس، يبقى نخليه دي في 21. نقول له مثلا ايه دي اسم حضرتك تسمي مشروعك زي ما انت عايز، تقول مثلا فور ل 21، ونقول له الاسم بتاعه فور ليرنينج بلاننج، عشان يبقى زي اللي قبل منه فور ليرنينج بلاننج 21. تمام، تقول له نكست يا باشمهندس. طيب بدايه المشروع، بدايه المشروع انا عشان يبقى ماشي بس مع المشروع الكيس ستادي، هنبدا البدايه بتاعته من بدايه السنه. تمام، كان بادئ من 2 يناير. تمام، وبتقول له نكست يا باشمهندس. الريسبونسبل مانجر والانتربرايز والحاجات دي كلها مش هتحتاجها قد كده في الشغل بتاعك، ولو حاضرين حابين تتفصل واتشرحت قبل كده في اليوتيوب كتير، ولكن لو حابين نتكلم عنها بالتفاصيل والحاجات دي نتكلم عنها. طيب الستاندر ريت، الريت تايب، نحتفظ بالستاندر ريت وبعد كده تقول له فينش. تمام، المشروع بتاعنا اتنشا يا باشمهندسين اهوت. طيب قبل ما نفتح المشروع يا باشمهندس، حضرتك بتتاكد من كذا حاجه. تمام، اول حاجه يا باشمهندس بتخش على الجنرال الديتس، او بص على الجنرال برضو، ادي اسم المشروع والكلام ده كله، ولا نبدا نخش على الديتس نظبط الداتا ديت. حضرتك بدايه المشروع كانت كام يا باشمهندس؟ كانت مع بدايه السنه دي اللي هو 2 يناير 21. طيب الداتا ديت 6 ماي بتاريخ النهارده تقريبا، بتاريخ النهارده. لا انا عايز نظبط الداتا ديت مع البروجكت ستارت. نقول له خليك انت برضو ايه، يبقى اذا وانا شغال يبقى ظبطت انا البروجكت ستارت مع الداتا ديت. تمام، طبعا انا معظم الناس لسه في البدايه، فانا حابب لو ادفانسد كنت عديت الحاجات دي بسرعه، بس طبعا احنا لازم ايه نحترم كل الناس اللي موجود. طيب بنبدا بعد كده يا باشمهندسين، حضرتك بنتكلم نبص على الكالندر يا باشمهندس. الكالندر الكالندر الكالندر، ثلاث مشاكل، معظم المشاكل اللي بتظهر، انا اكدت عليها ثلاث مرات، معظم المشاكل اللي بتظهر، معظم المشاكل اللي بتيجي، واختلاف في البرنامج، والبرنامج مش مطبق، وحاجات كتير وجري معايا وانا مش مستوعبه، وكتبت حاجه لقيت حاجه، اسئله كتير، معظمها ابحث وراء الكالندر. تمام، وان شاء الله لو ربنا عنا بعد نهايه الكورس هنخصص محاضره كامله على الكالندر. طيب حضرتك انا عامل كالندر اسمها مودن كالندر، هنبدا ممكن انت حضرتك تكون مظبط الكالندر بتاعتك في الاول. بنظبط الكالندر ازاي يا باشمهندس؟ بتخش على انتربرايز وبتقول له كالندر، وبتشوف حضرتك الكالندر اللي انت هتشتغل عليه. تمام، انا لسه دلوقتي ما فتحتش البرنامج، بظبط اول حاجه، ظبطت البدايه والنهايه، ظبطت بدايه المشروع. وخد بالك انا ما جيتش يم نهايه المشروع. ليه ما جيتش يم نهايه المشروع؟ ناكد بس على النقطه دي تاني، من الديتس يا باشمهندسين، ليه انا ما جيتش على نهايه المشروع؟ رغم ان هو كان في الاختيار بيقول لي نهايه المشروع امتى. اوعى تيجي من نهايه المشروع، ما تحطش كونسترين. واحنا اتكلمنا طبعا للدي سي ام اي والناس اللي ما سبعتش، احنا ليه احنا بنسيب المشروع مفتوح براحته عشان ما نقيدش المشروع، عشان ما يظهرش عندي نيجاتيف فلوت. انا بنسيب المشروع ياخد راحته، بعد كده انا بنظبط الفينش ديت زي ما انا عايز. بنرجع لمرجوعنا تاني وبنكمل، بنبدا على الكالندر. حضرتك بتبدا تشوف الكالندر بتاعتك الموديفاي، بتعدل الكالندر. تمام يا باشمهندسين، بتشوف انت بتظبط العمل. لاحظ ان احنا طبعا في رمضان بالصدفه اهوت، ان عدد الساعات هنا كام؟ ان عدد الساعات كانت 7 ساعات. تمام، حضرتك لو جينا اتحركنا بعد كده، اتنقلت عدد الساعات بقى كام؟ اتنقلت عدد الساعات بقت 9 ساعات. تمام، يبقى اذا بتحط في اعتبارك الاجازات اللي موجوده على مدار السنه. يعني مثلا احنا المشروع هيبدا من 1 يناير، تمام، الحد 1 يناير السنه اللي بعدها، بتشوف ايه الاجازات اللي موجوده، بتشوف الاعياد. تمام، زي ما احنا عاملين كده، ده طبعا اجازه عيد الفطر مجهزها انا اهوت، الايام بتاعت اجازه عيد الفطر. تمام، وبتشوف العمل في رمضان، طبعا ساعات العمل في رمضان لازم تكون بتظبطها انت على الكالندر الجانبيه بتاعتك، سواء على الموبايل او على الجهاز اللابتوب بتاعك اللي حضرتك شغال عليه، وتشوف المواعيد بتاعتك امتى تظبطها. بعد كده لاحظ ان بعد العيد على طول بدات ايه؟ بدات بعد اجازه العيد ما انتهت، بدات عندي الايام ترجع كام؟ 9 ايام. حضرتك بتبدا تعدل الكلام ده ازاي؟ ماشي، بتبدا تخش هنا وتبدا تظبط كل ايه الورك ويك، تقول له مثلا 9 ساعات في اليوم، وتحدد الاجازه بتاعه حضرتك اللي هي كانت الجمعه او السبت او ايا كان.
تمام. طيب وبتيجي هنا في الحاجات دي بتقول له نان ايه، نان ورك، والحاجات دي مش انا هنص هنفنط ليها محاضره كامله بالمشاكل، ان انا حابب ايه نجهز المشاكل بتاعتي. بعد كده بتتنقل حضرتك، بتلاقي مثلا بعد فتره في اجازه جت اهيت اجازه العيد الاضحى، بدات نعملها، ورغم كل الايام عندي ايه 9 ايام، وبعد كده تقريبا في اجازه اليوم الوطني. طبعا احنا عندنا هنا في المملكه ايه اضحى وفطر ووطني، في مصر شوف الاجازات اللي موجوده عندك، او كل واحد يشوف الاجازات في بلده ايه ويبدا يحددها ويظبط البرنامج ويراعى ان رمضان تكون عدد ساعات العمل فيه اقل. تمام. حضرتك بعد ما بتظبط الكالندر اللي انت هتشتغل عليها وتسميها زي ما انت عايز، تمام، بعد كده بتبدا تقول له في المشروع بتاعك لو هو مش مختار الديفولت، طبعا انا مظبطها هنا الديفولت، بتيجي دايس هنا وتبدا تختار اللي حضرتك الكالندر اللي انت ظبطها. يبقى اذا انا بنعدل الكالندر منين تاني؟ بنعدل الكالندر من الانتربرايز كالندر، نختار الكالندر اللي انا عايزها ونبدا نعمل الشغل بتاعي عليه. تمام. وبعد كده بنعمل الاساين. تمام. طيب دول الخطوتين الخطوات اللي بنعملها قبل ما نفتح المشروع. حضرتك بتفتح المشروع، بتبدا تحط لي نشاط واحد فقط في المشروع. تمام. هتقول له اد، هنقول له مثلا والنشاط دي تسميه ايه بقى، هتقول له فور مثلا، فور لودينج، او مثلا او ممكن نقول عليه فور لو فور لودينج ري سو. تمام. النشاط دي بنحمل عليه الريسورس فور لودينج ريسورس. طيب الخطوه الثانيه بقى اللي هنعملها، انا دلوقتي يبقى انا عملت ظبطت التواريخ، ظبطت الكالندر، فتحت نشاط اسمه فور لودينج ريسورس، هنبدا نعمل للريسورس، نعمل ريسورس جديده عشان نصين عليها على المشروع. نشوف احنا ايه الموجود عندي في الريسورس اللي موجوده. تمام. حضرتك يا باشمهندس البادجت، البادجت التوتال كوست دي من ضمن الريسورس. تمام. وعندي كم واحد بعد كده؟ واحد اثنين، تبدا بقى تعدهم حضرتك. موجود عندي كام؟ 14 14 ريسورس، منهم 14 والبادجتد كوست، والبادجت توتال كوست يبقى كام؟ 17 اسف، ظهرت الكاونت هنا 17، واللي يبقى 18. تمام. منهم كم واحد؟ 7 ليبرز. تمام. والباقي كله طبعا ايه، و10 اكويبمنت. انا هعمل لحضرتك، هعمل لحضرتك 3. تمام. وحضرتك بتكمل بقى، هنعمل حضرتك واحده من العينه دي اللي هي البادجت توتال كوست، وطبعا الاثنين دول زي بعض اصلا، ولكن وهنعمل واحده لحضرتك من الليبرز، وهنعمل لحضرتك واحده من الاكويبمنت، وانت بتكرر مجرد ايه تكرار ايه فقط مش اكتر، وهنشرح لك، هنشرحه الاول الاجمالي وبعد كده نبدا نعمل. تمام. طيب بنخش على الريسورس يا باشمهندس، بتلاقي الصفحه بيضة زي ما هي كده، بتقول له بتدوس هنا حضرتك، بتقول له من الفلترز اور ريسورسز، بدا يظهر لك ايه الريسورس. تمام. طيب تعالوا نشرح، هي الريسورس عندي بتحملها هي جاهزه، ولكن انا هشرح لك ازاي تحملها، لان فيها ايه اتركات بسيطه كده ولازم تلتزم بها معايا، وخاصه في الداتا بيز الجديد. تمام. طيب بنخش هنا على الريسورس اللي هي الكوست، اللي هو انا عامله هنا كوست 150. طبعا ال 150 ده رقم خاص بينا احنا، رقم المشروع اللي حضرتك، اللي هو الكوست اللي هيكون خاص بده، البادجت توتال كوست. تمام. طيب ايه اللي انا بعمله فيه وهعمل لحضرتك، هنشرح وبعد كده هنعمل لحضرتك مع بعض كوست جديده وليبرز جديده واكويبمنت مع بعض جديد. تمام. بنبدا نقول له الستاندرد ريت بتاعه بنخليه بواحد. تمام. والماكسيمم مش هتفرق، والديفولت تخليها 8 اكتر من، ما تعملهاش صفر يا باشمهندس. يبقى اذا هنا ما تعملهاش صفر، تخليها اكتر من الواحد، 1 2 3. يبقى اذا الستاندرد ريت بتخليها بكام؟ بتخليها بواحد، وركز على كلمه الستاندرد ريت بواحد، والديفولت يونت بور تايم بتكون اكتر من الواحد، رقم اكتر من الواحد، لان انا هنجيبها له من الاكسل. تمام. دي بالنسبه للريسورس الخاص في الكوست. لاحظ بقى الفرق بين الاثنين، يعني اذا الكوست انا عملت الستاندرد ريت بواحد. تمام. الماكسيمم مش هتفرق، يبقى الستاندرد ريت كانت بواحد. طيب لما نخش على اللي بعده البوكات،
او اي حاجه اكويبمنت. لا طبعا لا لا، علامه التكس دي اكويبمنت بالنسبه للناس الجديده. طيب نبدا نقول له ايه البوبكات بقى. البوبكات انا عندي الستاندر ريت بزيرو، ركز على كلمه زيرو، يعني اذا الكوست كانت بواحد، يعني برقم فوق ما يكونش صفر، تمام؟ اللي بعده هيكون صفر. يبقى اذا كل المعدات او العماله يا باشمهندس الستاندر ريت بتاعها لازم يكون صفر، وهنشرح لحضرتك ليه دلوقتي وبالتفصيل ليه بتكون صفر. الديفولت يونت بير تايم بتكون بتاعتك حضرتك تكون اكتر من الواحد. اذا نفس القصه في العماله، يبقى اذا المعدات كلها ثابته بندخلها بنفس الطريقه، تمام؟ طيب الليبرز، الليبر برضو نفس القصه. تعالوا بقى نعمل ريسورس جديد معانا عشان نكون مستوعبين. نعمله هنا طبعا عشان، او نعمله تحت مثلا، ماشي نعمله هنا عشان انا احتفظ بيه لان الاي دي بتاعها جاهز. هنقول له اد، تمام. الريسورس اي دي ممكن نقول له مثلا 21 ليرنينج او ال، ممكن نقول له كوست او ال الله 21 اللي هو ليرنينج 21 سلاش مثلا كوست، اللي هيكون اسمه كوست دي كوست. طيب الريسورس نيم حضرتك كوست مثلا 2021، بتسمي انت حضرتك بتسمي بالاسم، انت طبعا بتسميها بالكوست او برقم المشروع، المهم يبقى معروف ان دي للبادجت كوست الخاصه بيه. بعد كده الخطوه اللي بعد كده يا باشمهندس بيكون ماتيريال. ماتيريال بتختار العمله بتاعت البلد، لو مش موجوده ممكن نشرح لحضرتك ازاي تظهر تعمل عمله جديده، تمام؟ انا بختاره سعودي ريال، تمام. بعد كده ايوه البرايس بير يونت دي مهمه جدا يا باشمهندس. البرايس بير يونت لازم في الكوست الوحيده، في الكوست تخليها بواحد برقم اكبر من الصفر. الديفولت يونت بير تايم والماكسيمم يونت بير تايم مش هتفرق، زي ما قلت لك هنا الديفولت يونت بير تايم اللي هي الديفولت يونت بير تايم اللي هي موجوده فوق دي يا باشمهندس، تمام. البرايس بير يونت اللي انا قلت لحضرتك اللي هي الستاندرد ريت، تمام. يعني ان هنا البرايس بير يونت اللي هي الستاندرد ريت، نفس ايه، نفس المسمى، يعني نفس الاسم. هنا البرايس بير يونت هنا هي بتعادلها الستاندرد ريت، هنا الديفولت يونت بير تايم بتعادلها الديفولت يونت بير تايم في الصفحه الجنرال ده. الماكسيمم يونت بير تايم هي الماكسيمم يونت بير تايم. بعد كده حضرتك بتقول له ناكس الايفون والكلام ده كله، الفون بتاعه. بعد كده بقى ايه، سيلكت عن اكزيستنج كالندر ولا كرييت كالندر جديده؟ لا انا عايز نفس الكالندر الجديده اللي هي المودرن كالندر، بدا يحطها لك اهوت. اوتو كومبيوت اكشوال لازم تسيبها زي ما هي، وهنشرح لحضرتك دلوقتي مع بعض. يبقى احنا عملنا الكوست، عملت الريسورس الخاص بالكوست. طبعا انا مش هشتغل على الكوست دي، انا هشتغل على الريسورس اللي انا حاملها. نبدا بعد كده يا محمد نعمل كوست للليبر وكوست للماتيريال. يبقى احنا عملنا مع بعض ازاي نعمل الكوست ده، وكانت التركه البسيطه ان انا بنقول له الستاندرد ريت بتاعك بيكون باكتر من واحد. يبقى اذا البادجت، في البادجت كوست انا البرايس بير يونت بيكون واحد او اكتر من الواحد عموما، والستاندرد ريت اللي هو الستاندرد ريت برضو لو انت هتشتغل على الصفحه دي، لو حضرتك هتشتغل على الصفحه دي بتبدا تعدل ايه من هنا، لو هتشتغل من الصفحه. لاحظ ان احنا برضو لما عملنا الريسورس بتاعنا ظهر لنا الستاندرد ريت ايه، ظهر لنا الستاندرد ريت هنا بكام؟ بواحد، تمام حضرتك؟ طيب بعد كده حضرتك بتبدا تضيف الكوست الريسورس اللي خاصه بالليبرز. هنضيف انا واحده والسبعه التانيين بنفس الطريقه، تمام. هنضيف مثلا واحده نسميها ليبر، وحضرتك بتكمل انت على شغلك، تبدا تكمل ايه نفس الطريقه. نقول له مثلا اد ريسورس جديد، مثلا احنا سمينا الاولاني قلنا مثلا ال 21، وطبعا ال اختصار فور ليرنينج 21 و سلاش ليبر. وحضرتك انت بتاخد الكود، يعني انت ممكن تلتزم بالكود. احنا طبعا لو هنشتغل بسرعه ممكن حضرتك ناخد ايه، ناخد الكود ده، تمام. وبالمناسبه ناخدوه اهو، بس هل هيقبل الجهاز؟ كويس، قبل المساحه كلها، تمام. طيب ناخد الاسم بتاعه، تبقى حضرتك شغال كوبي وبيست من ايه، هتقول له الان سكيلد ليبر. خد لي بقى الايه، الان سكيلد، الان سكيلد ليبر. لاحظ بقى احنا كنا شغالين في الاكسل، لما تبقى منظف في الاكسل انا مجهز الاي دي اهوت والاسم. حضرتك طبعا ممكن تاخدهم مره واحده كده، تيجي مثلا واخد دي كده كلها على بعضها،
وتحطها هنا، وبعد كده تيجي واخد دي مثلا كات وتحطها ايه في الاي دي. تمام، يبقى اذا احنا عملنا فور ليرنينج اللي قال كذا 02 دي الاي دي والان سكيل. بعد كده حضرتك هو دي ايه بقى، دي ليبر المره اللي فاتت كان ماتيريال، هنختاره دي ليبر ماشي. بعد كده تقول له ناكس، حضرتك بتسيب لي دي زي ما هي بصفر. تمام، مهم جدا يا باشمهندس عشان دي مشاكل بتحصل كتير جدا في الابديت وهنشرحها لحضرتك دلوقتي حالا. لازم صفر عشان البادجت توتال كوست يكون هو نفسه البادجت توتال كوست الموجود عندك في الاكسل. تمام، طيب يبقى اذا بصفر. بعد كده الديفولت مش هتفرق، الماكسيمم يونت بير تايم مش هتفرق، تقول له ناكست. وبعد كده تقول له ايه، هتاخد نفس الكالندر مفيش مشكله، خد نفس الكالندر، ممكن تقول له فينش بعديها مفيش ايه، مفيش اي مشاكل، تقول له فينش. تمام، اللي بعده هيكون احنا عملنا واحده للليبر. بعد كده هنقول له مثلا اد واحده هتكون للايكويبمنت، دي خاصه بالايكويبمنت اكسكافيتور، و سواء كان اكسكافيتور او كلين. other resource name، الريسورس اي دي. تمام يا باشمهندس كده. بعد كده تقول له next. دي بقى ايه، نون ليبر، هيكون نون ليبر، دي الاولاني كان ليبر والثاني نون ليبر. بعد كده next، البرايس بير يونت هيكون صفر. تمام، next finish، خلاص كده احنا عملنا ايه، عملت كل حضرتك ايه الريسورس. طبعا انا هدلتهم مش محتاجهم في حاجه، انا مجرد عرفت لحضرتك ايه ازاي كانت دليته واحده واحده. هنخلي الجهاز يهنج بس. مش مشكله، دليتهم بعدين عشان وقت التسجيل. تمام يا باشمهندس، يبقى اذا حضرتك ازاي تعمل، طبعا انا عملت الاي دي، بتنظم الاي دي بتاعك حسب الاتفاق بينك وبين الاونر او الاستشاري. الاي دي لازم يكون متفق عليه، لان الاي بي بي ام الانتربرايز بروجكت بورتفوليو مانجمنت، ودي لو ادانا الصحه والعمر ان شاء الله ممكن نقدم فيها كورس. بيبدا هو يرفع يعمل ابلود، خاصه الناس اللي شغالين في البورتفوليو مانجمنت، بيبدا يرفع يبقى موحد هو الاي دي لكذا مشروع، فلازم يكون الاي دي ثابت عشان يعمل ايه، يبدا يتابع يعمل مونيتورنج اند كنترول للمشاريع كلها بتاعته على المستوى المنطقه اللي هو متابع فيه. تمام، وبالتالي لازم الاي دي يكون ثابت. كده بدانا عملنا اساين للايه، عملنا اساين لكل الريسورس اللي حضرتك ان احنا عايزينه. تمام، بنرجع لمرجوعنا تاني، بنيجي للنشاط الوحيد اللي احنا عملناه ده وسميناه ايه؟ فور لودنج ريسورس، يعني انا النشاط ده هو مش نشاط تمبوراري، هنحمل عليه الريسورس عشان نستخدمها في الاكسل، وبعد كده بنعمل امبورت، وبعد كده بنقول له شكرا ما عادش عايزك وبندلته لان انا مش محتاجه ومش شغل. تمام، بعد كده اهم حاجه برضو تشتغل عليها، بتقول له الاوريجينال ديوريشن يا باشمهندس بتخليها بواحد. طب ازاي حضرتك بتبدا تظبط لي الاوريجينال ديوريشن بواحد؟ لان هنبدا تقول له من الادمن، ادمن بريفرنسز، وربنا يعيننا ما ننساش حاجه من اللي انا كنت بقول لكم عليها. بتبدا تخش على الجنرال هندسه وبتقول له ايه الديفولت ديوريشن، بتخليها هتلاقيها عندك موجوده بخمسه، بتبدا تقول له ايه بواحد، وبتبدا تقول له كلوز. تمام، يبقى اذا الحاجات دي كلها انا ما زلت عمال اجهز او اهيئ الملف بتاعي لاستقبال الشغل بتاعي من الاكسل. عملنا اول حاجه مع بعض، اول خطوه ظبطنا الداتا ديت وظبطنا البروجكت ستارت، وما حطيناش فينش، ما حطيناش مايلستون عن البروجكت فينش. يعني انت بتاخد البروجكت ستارت منين يا باشمهندس؟ حضرتك بتاخدها من العقد، والبروجكت فينش سيبها زي ما هي، انت بتبقى عارفها موجوده في العقد. طبعا هو بيديك بالايام وبتحسبها على الاكسل وتشوف الايه، وتشوف مده المشروع بتاعك وما تجيش يمها. بعد كده بتظبط الكالندر وبتتاكد 100% انك شغال على الكالندر اللي انت شغال عليها. بعد كده حضرتك بتبدا تعمل ريسورس وحيد زي اللي احنا عملناه ده، وتسميه مثلا لو تسميه زي ما اسم اللي انت عايزه، انا بسميه مثلا فور لودنج ريسورس. تمام، وبعد كده بتعمل اساين للريسورس. من اول كلمه فور لودنج ريسورس يا ريت حضرتك تركز معايا، لان الكلام ده مش موجود لا شرح قبل كده ولسه الى الان ما حدش اتكلم عنه، دي كله اجتهاد شخصي واسهل طريقه لتحميل الريسورس والكوست. تمام، واليوتيوب موجود عند حضرتك، ممكن حضرتك تتاكد بنفسك وهتلاقي شروحات ممله كتير لشرح وكورسات مدفوعه وهري كتير موجود وطرق كتيره اصلا ايه طويله وممله، دي اسهل طريقه واكتر طريقه مختصره، فيا ريت استاذن حضرتك انك تركز معايا. تمام، طيب بعد كده يا باشمهندس حضرتك بنبدا نخش على الريسورس.
نبدا نعمل له اساين. طبعا تكون حضرتك انت مظبط الريسورس زي ما احنا اتكلمنا عنها كده، ادا ال 150 تكون عامل كل الريسورس، تتعلم على اول واحده تمام، وبتعلم على اخر واحده حضرتك وتقول له ايه اساين كده. انا صينت ايه، صينت المشروع بتاع، صينت كل الريسورس اللي موجوده. حضرتك بقى بتظهر لي ايه بقى، مديني البادجت توتال كوست ايه. لاحظ بقى ايه، ايوه ركز يا باشمهندس معايا الله يكرمك. بص في اربع حاجات عايزك تفهمهم مش تحفظهم عندي وتظهرهم عندك. بتظهر بتضغط هنا كليك يمين لو هم مش ظاهرين وتقول له كاستمايز، تبدا تظهر الحاجات اللي انا هتكلم عليها دي، البادجت يونت والبادجت يونت بير تايم والبرايس بير يونت والبادجت كوست تمام. البادجت يونت والبادجت يونت بير تايم والبرايس بير يونت والبادجت كوست. بالمناسبه برضو انا ادعي ربنا ان انا ما انسيش حاجه، ولكن في حاجه نسيتها اهي عايز اقول لك عليها. لاحظ يا باشمهندس هنا لما نيجي نتكلم على الكوست ده هتلاقي بقى شروحات يقول لك ايه، اعمل لي كالكوليت كوست فروم يونت شيلها تمام، عشان نبدا نستوعب الاكسل من على من البريمافيرا. وواحد يقول لك وفي في الليبرز والكلام ده كله ما تشيلهاش مش عارف ايه. لاحظ ان انا ما اتكلمتش عنهم، سيب البرنامج سيب الجهاز عشان ما تقعش في مشكله بعد كده في مشكله الابديت. سيب الستاندر زي ما هي، الاوتو كومبيوت اكشوال دي ان انت لو هتعمل ابديت اوتوماتيك، وكالكوليت كوست فروم يونت انا بقول له احسب لي الكوست من اليونت تمام، فبتسيبها متعلمه زي ما هي، لان في بعض الناس بتقول لك ايه شيلها عشان نبدا نستوعب. ما دام انت هتشتغل من الاكسل احذفها عشان تخلي الجهاز ما يحسبش يحسب من عنده، ولكن انا هقول لك على تريكه تبدا شغال زي ما انت، سيبها زي ما هي وخلي الجهاز يحسب زي ما هو عايز. لاحظ يا باشمهندس حضرتك انا عندي البادجتد يونت، البادجت يونت بير تايم، البرايس بير يونت والبادجتد كوست تمام. ايه هي البادجت يونت حضرتك يا باشمهندس؟ حضرتك انا لو عندي 1000 متر مكعب تمام، وعندي معدل الانتاج على سبيل المثال 20 متر مكعب او مثلا 100 متر مكعب، يعني انا بننتج 100 في اليوم تمام. يبقى اذا البادجت يونت اللي هي ال1000، يعني انا عندي 1000 متر مكعب مطلوب حفرهم، يبقى البادجت يونت اللي هي الايه اللي هي ال1000. طيب البادجت يونت بير تايم اللي هي ال100 تمام. طيب البرايس بير يونت سعر المتر يا باشمهندس حضرتك، سعر المتر ده طب لاحظ ان انا ايه في كل العماله والمعدات انا حاطه بصفر تمام. وبالتالي هو ضرب ايه بقى، ضرب لك البادجت يونت، ضرب لك الثمانيه في واحد تمام، قال لك بثمانيه في صفر ادالك صفر. لاحظ ان احنا لو خلينا دي مثلا، خلينا دي خلوا دي مثلا خمسه وقول له انتر، اصبحني بيقول لي ايه انت هو طبعا احتفظ هنا بالبادجت ايه، لان 8 متر مكعب، قال لك معدلك انت لو هتشتغل في خمس ايام انت المفروض تنتج مثلا 1.6 في اليوم تمام. وفي النهايه برضو البرنامج بيضرب في صفر لان البرايس السعر بتاعهم صفر، وبالتالي دخلهم لك صفر، ودي اللي انا عايزه. يعني انا بقول له السعر بتاع العماله دي خلوه لك بصفر، ليه؟ لان انا محمل التكلفه على ريسورس اسمه كوست تمام. طيب انا لما بخليها بواحد يبدا هو يرجع. لاحظ بقى الريسورس الوحيد اللي عندي اللي هو كوست، اول واحد فوق يا باشمهندس حضرتك اهو بدا ايه، بدا البرايس بير يونت بكام يا باشمهندس؟ انا مدخله بواحد، ودي طبعا هنبدا نعرف حضرتك ازاي نحملها من الاكسل دلوقتي حالا. بدا هو يضرب، قال لك 8 في 1 ب 8 في 1 ب 8. طبعا لو خلينا دي، طبعا انا بواحد بواحد مش هتحس بالحسبانه، طبعا لو خليت دي مثلا 2، قال لك 2 في 4 ب 8 في السعر مثلا بواحد، يبقى الاجمالي الباجت توتال كوست بكام؟ البادجت توتال كوست ب 8، والبادجت كوست، وبالتالي البادجت توتال كوست للمشروع ككل بكام؟ بواحد. يبقى اذا انا بنقول له في العماله والمعدات سعرك بصفر، عشان انا مش عايز اي رقم يجي لي هنا، لان البادجت توتال كوست بتتحسب من البادجت كوست. يبقى اذا البادجت يونت بير تايم، البادجت يونت، البرايس بير يونت، البادجت كوست. ولو حضرتكم ما استوعبتوهاش يا ريت توضحوا لنا، ممكن نفنط لها شرح بالتفصيل اكتر، لان انا حاسس ان انا ما غطيتهاش. بعد كده حضرتك انا قلت له ان في العماله وفي المعدات ما تحسبليش، طلع لي الارقام بصفر تمام، ولكن في الفلوس حضرتك ايه، البرايس بير يونت بواحد، دخلتها بواحد يعني بمعنى صح ان انا بقول له احسب،
تمام، وبالتالي طلعها لي بكام؟ ب 8. وهنبدا بعد كده ننتقل للملف الاكسل بتاعنا، نعمل الشغل بتاعنا. تمام، طيب الى الان احنا بنجهز. بنعمل بقى، حضرتك بتعمل ايه؟ تخش هنا حضرتك بتقول له اكسبورت، عايزه سبريد شيت. ركز حضرتك معايا يا باشمهندس في اللي جاي، وانا عايز الاكتيفيتي والريسورس والريسورس اساينمنت، وتبدا تقول له انا عايز اكسبورت، وتبدا هنا وقف لوقفه هنا طويله يا باشمهندس وركز معايا فيها. بتقول له في الريسورس تقول له موديفاي، في الاكتيفيتي انا عايز الاكتيفيتي اي دي والاكتيفيتي نيم. حضرتك لو مش موجوده تظهرها، يبقى انا واقف هنا في الاكتيفيتي لان انا علمت، انا قلت له الاكتيفيتي والريسورس والريسورس اساينمنت، وبالتالي هيظهر لي الثلاثه دول. لو علمت اكتر من كده الاكسبنس هتلاقيه جاي. تمام، طيب بنيجي في الاكتيفيتي نقول له انا عايز الاكتيفيتي اي دي. تمام، انا يهمني الاكتيفيتي اي دي ويهمني الاكتيفيتي نيم. تمام يا باشمهندس، بنيجي في الريسورس اساينمنت. الريسورس اساينمنت هنقول له انا عايز الاكتيفيتي اي دي والريسورس اي دي. بص يا باشمهندس، الاكتيفيتي اي دي والريسورس اي دي والريسورس نيم والريسورس تايب والبادجتد كوست والبادجتد يونت. تمام يا باشمهندس، لاحظ انا بقول له ايه البادجتد يونت. هنبدا نظهر هنا ايه، نقول له هات لي كمان ال جي تيد يونت، انا عايز البادجتد يونت. ومش هتفرق حضرتك لو خدت البادجت يونت بير تايم او البادجت يونت، ولكن انا خد لي البادجت يونت، عايزين البادجت يونت يعني كل تكون موجوده هنا، مش واخدين بالنا. بنعمل لها فايند تاني، فايند البادجت يونت اهي. تمام، فاذا يا باشمهندس في الريسورس اساينمنت انا محتاج ايه؟ محتاج الاكتيفيتي اي دي والريسورس اي دي والريسورس تايب. الاكتيفيتي اي دي، الريسورس اي دي، الريسورس تايب والريسورس نيم. تمام، والبادجت كوست والبادجت يونت. وبتقول له اوكي، وبتقول له بعد كده تقول له نكست، وبتختار حضرتك المسار اللي انت عايز تشتغل عليه. نقول له ايه، ديليت ديليت مش عايزينه. وهنقول له مثلا فور ليرنينج مثلا، زي ما احنا بنقول مثلا ايه، سميه بقى ممكن الاسم اللي انت عايزه، او تحتفظ بنفس الاسم اللي جالك بيه يعني، فور ليرنينج. السلام عليكم مهندس. ايوه مهندس مجدي طالب من حضرتك تعيد الحته بتاعت بادجت يونت تايم. تمام تمام ماشي ماشي يا باشمهندس. لا انا الحاجات دي مهمه، الله يكرمكم، لو حد ما استوعبهاش، لان هنبني عليها الشغل كله ولازم تستوعب. بص يا باشمهندس، انا عندي اربع حاجات او اربع حاجات دايناميك لازم نستوعبهم، لازم تفهمهم. انا يهمني لو ما طلعتش انك فاهم دول النهارده هتحس الميرمافيرا بتشتغل ازاي. عندي البادجت يونت، البادجت يونت بير تايم، البرايس بير يونت، البادجت كوست. ايه معنى الكلام دي؟ بسيط خالص، عندي 1000 متر مكعب حفر. تمام، 1000 متر مكعب حفر اللي هي البادجت يونت، الكميه بتاعتهم كام؟ 1000 متر مكعب. طب سعر المتر بكام؟ سعر المتر مثلا ب 1 ريال، يبقى البرايس بير يونت 1 ريال. تمام، طيب البادجت يونت بير تايم اللي هو البرودكشن ريت، المعدل بتاعك او الكفاءه الانتاجيه اللي حضرتك هتنتجها في اليوم، مش المعده بقى واحده او اثنين، لا انتاجيتك انت في اليوم كام عشان تقدر تحدد منها الديوريشن. لاحظ حضرتك ان انا لو خليت دي بواحد بترجع هي زي ما هي بايه؟ زي ما هي 8. طيب ماشي، لو خدت فيها في اليوم يبقى هو بيقول لي انتاجيتك في اليوم، انتاجيتك في اليوم 4، يبقى 4 في 2 ب 8 في 1 ب 8. تمام؟ يبقى اذا البادجت يونت بير تايم هي معدل الانتاج اللي حضرتك هتنتجه في اليوم. معدل الانتاج بينضرب في الديوريشن، في الاوريجينال ديوريشن،
بيديني ايه؟ بيديني البادجت يونت. لذلك انا قلت لحضرتك، وحتى لو تلاحظ في الاعلان اللي كنا عاملينه من 4 شهور، قلت لك ازاي تحسب الديوريشن. وعلى فكره هنشرحها واحنا جايين، ده هتشرحها هتفهمها كتير في الانشطه اللي جايه، في ازاي تقدر الديوريشن. انا مش هقول لك انت تحط 5 ايام وست ايام زي ما كده، خمسة ستة سبعة زي ما الناس بتعمل البرنامج، يقول لك مثلا دي 6 ايام دي 7 ايام دي كده دي كده، يعني بيرزع زي ما على هواء. لا لا يا باشمهندس، حضرتك انت هتحط الاوريجينال ديوريشن بناء على البرودكشن ريت بتاعك. يعني هنبقوا فاتحين مع بعض، هنبقوا فاتحين البادجت يونت بير تايم، وهنصوروها هنا على جنب هنا، ومن خلاله تبدا تقدر الديوريشن بتاعتك. اذا الديوريشن بتاعتك هتكون عن طريق دراسه منطقيه لمعدلات الانتاج بتاعك. طيب تاني، يبقى البادجت يونت بير تايم بتنضرب في الاوريجينال ديوريشن بتديني البادجت يونت اللي هي الاجمالي، الكميه الاجماليه كلها. في سعر اللي مثلا البرايس بير يونت، في السعر تمام بيديك البادجت كوست، والبادجت كوست بتديك هي البادجت توتال كوست. طبعا انا هنيجي في البادجت كوست هنا وهنقول له هاتها لي من الاكسل، وبالتالي هو هيجيبها بالراجع وهيوزع بالراجع. يعني بمعنى الصح ايه؟ هيبدا انا هندي له الرقم دي، هو هيبدا يحسب بعمليه عكسيه بقى، يبدا يحسب لك بقى ايه البادجت يونت والبادجت يونت بير تايم. يعني هيبقى الحكم عندنا حاجتين، هيبقى الحكم عندنا البادجت الكوست اللي انا جايبها من الاكسل والاوريجينال ديوريشن مع البادجت يونت، هو يبدا يحسب مع نفسه بالراجع يعني تمام. ولكن في النهايه مش هيتعدى الرقم اللي انا جايبه من على الاكسل تمام. ولكن شغلنا احنا في البادجت يونت والبادجت يونت بير تايم هيكون في العماله والمعدات تمام. هنبدا نقدر المعدات دي بناء على الاوريجينال ديوريشن، نظبط الاوريجينال ديوريشن على الماكسيمم، وبناء على الماكسيمم دي بتيجي ازاي؟ عن طريق مدير المشروع، بتيجي مثلا على الاكسكافيتور. فين الاكسكافيتور هنا؟ حضرتك الاكسكافيتور يقول لك لا يا باشمهندس انا مش هنقدر نجيب غير مثلا 8 4 في اليوم، او مش هنقدر نجيب غير 1 في اليوم. لاحظ ان هنا 4، يبقى اذا تقول له ما دام انت ما عندكش غير 1 في اليوم حضرتك، يبقى لازم دي تكون كام؟ تكون مثلا او هقول لك مثلا 2، تقول له دي 5 دي 4 تمام. طيب يبقى اذا بقت 2. طيب لو هو بيقول لك انا مش هنجيب غير 1، ما عنديش الطاقه الاستيعابيه بتاعتي يا باشمهندس مش نقدر نوفر غير بوكلين واحد حفار واحد في اليوم، يبقى اذا المده دي اجباري هتكون كام؟ هتكون 8. هتلاقي نفسك المشروع نط معاك، يعني احنا شغالين بعد كده واحنا هنشرح دي بالتفصيل، هتلاقي المشروع نط معاك والمده زادت. هتيجي تقول له لا حضرتك يا باشمهندس الثمانيه مش هتنفع. ليه يا باشمهندس؟ لان مده المشروع زاد، حضرتك لازم اجباري هنا توفر حفارين يا باشمهندس. ليه؟ لان انا ممكن مش هنزود غير على 4 ايام، او مثلا نقول له 6 ايام حفار ونص، والنص الثاني يشتغل، او حفاره 3 من 10 مثلا ويبدا يشتغل بالاور، وتقول له مثلا ايه يبقى مثلا كل يومين 3 حفارات، يعني يوم يبقى فيه حفار مثلا، واليوم الثاني يبقى فيه حفارين، والحفار في اليوم الثالث مثلا يتنقل يشتغل في زون ثاني. يبقى اذا دي هتكون ايه؟ هتفهمها بطريقه مفصله جدا واحنا بنعد الديوريشن. ولكن دي انا مش هنقدر نزود شرح فيها غير كده، عشان يبقى الشرح على الامثله افضل هنكتفي بكده، وهنرجع للاكسل اللي حضرتك صدرناه عشان نبدا ناخد الشغل بتاعنا. بناخد احنا صدرنا الاكسل على ما اتذكر اللي هو ده النهارده 6/5، هو ده. بنبدا نفتح ملف الاكسل يا باشمهندس، ربنا يستر بس الجهاز ما يهنكش عني في الاكسل، يعني مايكروسوفت عندي بايظه، مايكروسوفت اوفيس او بالفعل هنك. ايوه تمام كويس فتحه. لاحظ يا باشمهندس هنا التاسك اللي هي الاكتيفيتي والريسورس والتاسك ريسورس، ومديك اختصار يعني تاسك ريسورس. يبقى احنا هنشتغل على التاسك والتاسك ريسورس. لاحظ هنا يا باشمهندس جاب لي ايه؟ جاب لي هنا كل الريسورس اللي انا حضرتك اصيناها. بص اهو دي اللي شغلنا هيكون كله شغلنا هنا ان شاء الله تمام. ودي الحته اللي انا بقول لك ركز فيها لانها مش ما اتشرحتش قبل كده، لا في كورسات مدفوعه ولا في على اليوتيوب وحضرتك شيك تمام. ازاي نحمل الكوست والريسورس مره واحده؟ اول حاجه يا باشمهندس حضرتك هنحمل الاكتيفيتي. يبقى دي الصفحه دي، يعني انت بتفتح اول ما بتجيب الملف من البريمافيرا، لان انا قلت له ايه حضرتك وانا بصدر، لاحظ معايا يا باشمهندس وانا بنعمل اكسبورت، انا قلت له ايه سبريد شيت، وقلت له نكست، وقلت له الاكتيفيتي والريسورس والريسورس اساينمنت تمام. لاحظ هنا طلع لي ايه؟ طلع لي في الاكسل، عشان بقى اول مره تلاقي الناس كلها بتتخض، ودي نتيجه ايه
اللي اول مره اشوف الاكسل فالاقيه مختلف، فحضرتك هتلاقي التاسك دي الاكتيفيتي ودي الريسورس وما كناش محتاجينها، يعني مش محتاجينها دي، يعني المهم طلعناها، مش شرط انك ممكن المفروض ما كنتش طلعتها عادي. يبقى التاسك والريسورس ايه؟ والريسورس اساينمنت، يبقى دي خاصه اللي هي التاسك اللي هي الاكتيفيتي، والريسورس اساينمنت اللي هي الايه؟ اللي هي التاسك ريسورس. يبقى شغلنا هيكون على الاثنين دول، تمام؟ طيب اول حاجه يا باشمهندس حضرتك بتبدا ايه؟ بتبدا تفتح الملف الجميل اللي حضرتك اللي احنا تعبنا فيه وعملنا فيه شغل كتير، هو دي الايه؟ المعمل اللي متظبط. بتبدا تعمل ايه؟ فلتر، هناخد الاكتيفيتي، الاكتيفيتي اي دي والاكتيفيتي نيم. ليه يا باشمهندس؟ لان انا عايز الاكتيفيتي اي دي هنا وعايز الاكتيفيتي نيم هنا. كبرنا دول شويه كده عشان تبقى كل حاجه واضحه. الاكتيفيتي اي دي والاكتيفيتي نيم، ما تشغلش بالك بالاكتيفيتي ستاتس والاكتيفيتي كود، هنشرحها لك ممكن المحاضره الجايه. نجيب بعد كده يا باشمهندس هنبدا نجيب الاكتيفيتي نيم والاكتيفيتي اي دي، بنبدا نشغل الفلتر وشرحنا مع بعض ازاي نعمل الفلترز. ممكن نقول له قول له دي كنترول سي، وحاول ما تاخدش على طول اكسبورت للملف البريمافيرا، تعمل صفحه عندك كده صفحه ايه العمل وتظبط فيها الاول وبعد كده تنقل. وهقول لحضرتك ليه دلوقتي. يبقى انا خدت الاكتيفيتي اي دي اهوت. بعد كده يا باشمهندس هناخد من هنا هناخد الاكتيفيتي نيم نعلم عليهم، نقول له كنترول سي ونروح للشيت اللي انا بتجهز فيه الشغل بتاعي قبل ما ايه قبل ما نبعت للشيت البريمافيرا. وبدات ايه عندي الاكتيفيتي نيم والاكتيفيتي اي دي، بنبدا بقى نبدا نعلم عليهم تاني كنترول سي، ونروح هنا يا باشمهندس عندي الاكتيفيتي اي دي، انا اخدت هنا ايه اخدت من الشيت ده من الشيت ده يا باشمهندس خدت الايه خدت الاي دي، تمام. هنبدا نروح للشيت بتاعنا وهنقول له ايه باست فاليو، تمام. ونبدا بعد كده تحت ال تحت الاكتيفيتي نيم نعلم الاكتيفيتي نيم كنترول سي، ونروح للشيت اللي حضرتك شغال عليه الاكتيفيتي نيم اهوت، لان تحت ايه فور لودنج ريسورس، الريسورس اللي احنا جايبها اللي اسمه اللي اسمه يا باشمهندس، تمام. طيب ونبدا نقول له باست فاليو، تمام. مش كده ايه انت ظبطت ايه ظبطت الاكتيفيتي نيم والاكتيفيتي اي دي. ممكن حضرتك لو عملت اكسبورت بيبدا ايه تلاقي البرنامج اتحمل عليه، ولكن هنحمله كله مع بعضه. ليه انا هحمله كله مع بعضه؟ عشان في خطا بيظهر وانا متعمد ان الخطا ده يظهر عشان نحله مع بعض. احنا ممكن لو حملنا دي بعد كده يا باشمهندس هنبدا بس الخطوه الاخيره ان البرمافيرا لازم تحول دي لتكست. ازاي تحول؟ هو دي رقم حاليا عايز نحوله لتكست، بتقول له من داتا تكست كولوم، بتقول له ديليميتد تاب والكوما، واختار نوع الكوما مش هتفرق سواء دي او دي، يعني ممكن تسيبها على الستاندر، بتقول له نكست وتقول له تكست وفينش. لاحظ ادى علامه، ادى لك مثلث اخضر على الجنب اهوت، فدي حفظه كده ايه حفظه في كانه تكست هتقبله البرمافيرا الاي دي وعندي الاكتيفيتي نيم. خلاص احنا خلصنا شغلنا على الصفحه دي، هنتنقل بعد كده على الصفحه دي طبعا الخطوات هتبقى كتير، اللي مش هيفهم من اول مره هيفهم من الثانيه والثالثه والرابعه، وهنحاول نعمل كتير، تمام. طيب عندي يا باشمهندس عندي هنا الاكتيفيتي اي دي، ركز بقى معايا في الحته دي، دي الحته اللي ما اتشرحتش قبل كده خالص انا بقول لك عليها، الاكتيفيتي اي دي، تمام، والريسورس نيم، تمام، والريسورس تايب. ممكن بقى ايه نعلمه دول بس نخليهم راد كلر كتير عشان تبقى الناس مركزه معانا، والريسورس نيم عايزه راد كلرز عشان الشغل عليه، والريسورس تايب، والريسورس اي دي مهم جدا، تمام، والبادجت يونت والبادجت كوست، تمام. الاكتيفيتي ستاتس لاحظ ان مثلا والرول اي تي والكوست كاونت اي دي ما تشغلش بالك بيها، ولو حابين ايه نشرحه فيها بالتفصيل، ولكن مش هتستفاد بيها، ونوع الستاتس انه بدا او ما بداش، تمام. طيب بعد كده يا باشمهندس انا هبدا نحمل الكوست،
اللي احنا بنقول عليها كوست، ولكن برمافيرا بتعامل مع انها اسمها انها ريسورس عادي. هنبدا نحمل ايه؟ نحمل الكوست. الكوست حضرتك هي هي طبعا نفس الفلتر، مش هيتغير، نفس الفلتر اللي احنا شغالين عليه دي هو الايه؟ هو الكوست، هو الكوست اللي حضرتك شغالين عليه ده. نبدا نعلم عليه كنترول سي، وملف الشيت العمل بتاعنا. تمام. و باست فاليو. تمام كده احنا حطينا ايه، وتبدا تشيك مثلا ايه كل الايه كل الكوست عندك متظبطه متحمله اهي. نبدا كنت نبدا بقى يا باشمهندس قبل ما ناخدهم بقى كنترول سي وننقل معايا. لاحظ انا هحملهم فين؟ انا هحملهم تحت الريسورس الخاص بالكوست. تمام. يبقى هنعمل ايه بقى يا باشمهندس؟ هنبدا ناخد الاي دي بتاعهم، الاكتيفيتي اي دي. تمام يا باشمهندس، هنبدا ناخد الاكتيفيتي اي دي، وهنروح على ملف الكوست اللي حاضرين هنا. ده احنا كمان مش استنى بقى، نرجع بقى في الخطوه دي عشان الناس ما تتلخبطش. دليت لي دول يا باشمهندس، انا هاخدهم تاني معلش، وهقول لك دليتهم ليه. انا عندي بس الاي دي، بس خدت الاي دي اهو يا باشمهندس. تمام. هنيجي اعمل ازاي تسهيلا ليك، هتيجي معلم عليهم كده كلك. تمام، اللي هم 645 نشاط. ولاحظ انا علمت منين يا باشمهندس؟ علمت من هنا، وقفت هنا كده 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 وعلمت عليهم. تمام يا باشمهندس، ما تعلمش كده، هتيجي معلم توقف عليهم من الاول خالص اهو الثاني، تقف هنا كده وتيجي عامل كده. ليه؟ لان انا هنسخ سيلز عشان تسهل بس معايا في الكوبي والبيست في ملف الاكسل اللي جاي من الوافير. وهنقول له كنترول سي، وهنيجي على ملف اللي جاي من البريمافيرا، وهنقف تحت الكورس. انا عايز نحط فين؟ هنحط التكلفه، يبقى هنقف تحتها هنا، وانا واقف هنا بالسهم هنا، نقف هنا وهنقول له ايه؟ انسيرت كابت سيلز. تمام؟ انسيرت كابت سيلز، دخلها لي كده تحت الايه؟ تحت ال تحت الاكتيفيتي اي دي. طيب بعد كده الريسورس اي دي، الريسورس اي دي يا باشمهندس هو هو الريسورس اي دي. تمام، لحد ما يجي لك اللون الكالر ده تبقى واقف كده كنترول سي كنترول في. طيب الريسورس نيم يا باشمهندس هو هو نفس الريسورس نيم. تمام، النوع الماتيريال نفس القصه. تمام. بنبدا بقى نتكلم فين بقى؟ باقي معانا ايه؟ البادجت كوست والبادجت يونت. تمام؟ هنبدا بقى ناخد ايه؟ البادجت كوست من الملف في الاكسل اللي احنا كنا شغالين عليه اللي هو اللي مجهزينه. كنترول سي، نبدا نتاكد ان هو نفس الفونتس. انا عايز ماشي. تمام، كنترول سي، نروح على ملف ال الملف اللي مخرجينه من الاكسل اللي جاي من البريمافيرا، ونقف هنا. لاحظ ان دي الريسورس يا باشمهندس اللي احنا بنشتغل عليه، يعني مش هنحمل عليه كوست، هتسيبه 8 زي ما هو، وبعد ما تخلص خلص بيتحذف من البريمافيرا. تمام، وهتقول له ايه؟ باست فاليو، وبتبدا تتاكد بقى ان كله جاي من عندك لحد ما تلاقي ان الارقام بتاعتك مظبوطه نفس كده الشغل بتاعك. تمام، ولاحظ بقى الحته الجايه دي يا باشمهندس احنا حطيناها هنا ايه؟ في البادجتد كوست، وتحملها لي في البادجتد يونت. تمام يا باشمهندس، دي هنشرحها لك في الابديت. ليه بقى؟ هنبقى نشرحها لك انه لازم تحمل في البادجت كوست والبادجت تيون عشان يعمل بالراجع. في داتا بيس قديمه كانت قبل كده في 2016 مش عارف ايه، كنا بنحمل في البادجت كوست بس، وكانت بتشتغل معانا في الابديت. حاليا الداتا بكل الداتا بيس الجديده لو ما حملتش في البادجت كوست والبادجت يونت بتبدا تيجي تحدث في الاكشوال كوست بير يونت او الاكشوال توتال كوست ما بتسمحش معاك. فحضرتك لازم تحمل لي فين ايه؟ في البادجت كوست والبادجت يونت. يبقى احنا كده حملنا اول حاجه الكوست.
ولو حضرتك عملت امبورت للبرنامج انت كده هتكون حملت الانشطه وحملت عليها التكاليف. باقي بقى شغلنا هيطول كتير جدا في الشغل ايه، في العماله في الشويه اللي تحت الصغيرين دول. طيب نبدا بعد كده حضرتك يا باشمهندس، هناخد اول، نبدا على بركه الله ناخد اول ريسورس عندنا، نفك الفلتر تمام، وهنبدا نكرر. يا مهندس حسام، مهندس حسام سامعني؟ هنعمل بقى، حاول بقى تقول للناس، انا اول ما هنعمل واحده او اتنين تشوف رد الناس، نكمل ولا ان هم فهموا كده وكملوا مع نفسهم ونعمل امبورت لبرمافيرا. انا هنعمل طبعا، هو المفروض نعمل 17، نعمل 17 مره على الاكسل تمام. فانا هعمل واحده او اتنين وثلاثه لحد ما تلاقي الناس خلاص احنا استوعبنا، هتشوف ردود الناس. لو الناس قالت لك خلاص احنا استوعبنا نعمل امبورت لبرمافيرا والباقي يبقى هم كملوا مع نفسهم، لا هو يتكمل يبقى نكمل تمام. تمام انا تمام، انت كده فهمت قصدي. طيب اول حاجه يا باشمهندس هتبدا تحمل ايه، الان سكيلد ليبر. حضرتك بتقف هنا فلتر تمام، وبتبدا تشوف الموجود في ايه اللي احنا هناخده، الاعداد، القيمه بتاعت دي، القيمه بتاعت العماله عن كل نشاط تمام. اول حاجه يا باشمهندس هتاخد طبعا، نخفي حاجه هنا تشيك مش عايزينها، وممكن نشتغل على دول نقول لهم هايد عشان بس ايه من اول هنا نبقوا شغالين، نقول له هايد. هناخد بقى الاي دي بتاعتهم يا باشمهندس، لاحظ ايه، هناخد الاي دي تقول سي، وتروح للشيت بتاع حضرتك اللي انت بتجهز فيه شغلك تمام، تعلم عليهم كده وبتقول له ديليت، وتقول له اسف بقى ما دام عملت اوردر لازم تاخد تاني كوبي، ومن عندي هنا تقول له ايه باست فاليو تمام يا باشمهندس. وخدنا هنا ايه، خدنا الاي دي، هنبدا نعلم عليهم من الكالوم الرئيسيه في الاكسل اللي هي الكالوم نمبر اللي هي الترقيم بتاع الاكسل. علمنا عليهم كده كنترول سي، وتروح على ملف ال تروح على ملف الاكسل اللي جاي من البرمافيرا، وانا عايز ايه، انا بنحمل الان سكيلد ليبر، هتيجي تحت الان سكيلد ليبر وهتقول له ايه انسيرت كابت سيلز تمام. طيب بتبدا تعمل الحركه اللي احنا عملناها اللي هو ايه الكود بتاعه، لاحظ الكود هنا مختلف عن الكود هنا تمام. هتيجي واخد من اول هنا تقول له كنترول سي، و واقف هنا وتقول له باست فاليو مش هتفرق عشان يبقى اسمر عشان طيب، والان سكيلد هنا النيم تقول له كنترول سي، تقول له باست فاليو، والتايب نوعه ايه، نوعه ليبر كنترول سي تمام، و لحد ما يجي لك هنا ايه تقول له باست فاليو تمام. الصفر دي هتسيبه زي ما هو يا باشمهندس، ليه؟ لانه البرايس تمام. هنبدا بقى ايه نشتغل من اول هنا، هتجيب الارقام اللي حضرتك ايه عامل لي عليها فلتر كنترول سي. انا ليه بقول لك وداها في ورشه عمل يا باشمهندس هنا، ان خد الداتا من هنا وحطها هنا وبعد كده انقلها. لو واحد مش فاهم قصدي، انا هنا شغال فلتر، والفلاتر في بعض الاحيان ما بتنقلش كل الارقام تمام. لاحظ، بص هنا، لاحظ ان في علامه ايه، الارو عماله تجري ورا بعضها لان انا واخد على فلتر، فلازم نبقى متاكد ان انا خدت فعلا كوبي، لان بعض الاحيان بيتعلم عليها في حاجات ما تكونش داخله في الفلتر، في حاجات ما تكونش داخله في الفلتر تلاقي نفسك اخطات وخدت كوبي بس، فلازم تنقل شغلك في شيت ما يكونش في فلتر الاول، هي مجرد بس ايه دبل تشيك على الشغلين كنترول سي، وتحط هنا على الاكتيفيتي تقول لهم تست فاليو لكي يطمئن القلب يعني مش اكتر يعني، او تشيكه سريعه كده
مظبوط. نبدأ ايه، كل الارقام جت معايا، تقول له كنترول سي، ونروح على هنا. هنا بقى فين يا باشمهندس؟ دي الريسورس اللي احنا محملينه على النشاط اللي احنا هندلته، فهنيجي تحت منه بالظبط هنا وهنقول له ايه، فاست فاليو. وحضرتك بتتاكد ان شغلك مظبوط، تلاقي كل الارقام اللي انت خدتها كوبي وقفت معاك هنا ايه، لحد هنا كده. انا حملت على البرمافيرا، اعتبر انت محمل على البرمافيرا كده الكوست، وحملت اول ريسورس اسمه الان سكيلد ايه، الان سكيلد ليبر. اللي ما فهمش الخطوه دي هنبدا في الخطوه اللي بعدها اللي هو السكيلد ايه، السكيلد ليبر. حضرتك بنبدا تفك الفلتر تاني، نفس الخطوه هنبدا. الو، ايوه يا باشمهندس. المهندس ابراهيم بيطلب من حضرتك ممكن تعيد الليبر والايكويبمنت من ناحية ايه؟ هو بصراحة كاتب ده بس كده يعني مش كاتب اي حاجة انا تانية. تحميل كتحميل كوست وريسورس، احنا هنكمل عليها. ما الليبرز تحميل اساين الريسورس والليبر على البرمافيرا ما فيش مشكلة، هنبقى نشرحها لكم حتى لو المحاضرة الجاية، ولكن نكمل بس معانا يا باشمهندسين. تمام يا هندسة. بالمناسبة يا باشمهندسين، اللي عنده أي أسئلة هنخلي المحاضرة اللي بعد العيد على طول للمناقشة، مفيش مشكلة، ممكن نخليها للمناقشة والناس ايه، عشان نبدأ نكمل بعد كده تكون الناس مستوعبة. بس خلينا نكمل مع بعض، تكون الناس اللي فاهمة كاملة معانا، واللي وقع منه حتة ان شاء الله هنجاوبها له، حتى لو على الخاص وصل معايا خالص. بعد كده احنا حملنا يا باشمهندس، حملنا الان سكيلد ليبر، هنحمل السكيلد ايه، السكيلد ليبر. تمام، اتعمل عليها فلتر، بناخد الاي دي اول مرة، كنترول سي، وبنروح للورشه بتاعتنا، الورشيت الخاص بالورشه، بندلت اللي فات لان الاي دي دي مختلف عن الاي دي دي. تمام، وتقول له كل مره نغلط نفس الغلطه، ما دام احنا عملنا ديليت لازم الاوردر يروح. تمام، بنبدا ناخد الكوبي تاني، و نبدا نخش. بعد ما خدته كوبي يا باشمهندس وحطيته هنا، لاحظ بعد ما خدته كوبي وحطيته هنا الاي دي بتبدا تعلم عليه. تمام، اهو، وتقول له كنترول سي، وتروح على ملف البرمافيرا، الملف الاكسل اللي جاي من البرمافيرا. وانا دلوقتي بقى انا شغال فين يا باشمهندس حضرتك؟ انا شغال عن الان سكيلد ليبر، هنيجي واقف تحت منها كده ونقول له انسيرت كابيت سيلز، اداني الاي دي. تمام، ونبدا نعمل نفس اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، بنبدا ريسورس اي دي نعلم عليها ونقول له past value، والresource name control C. past value، والresource type نوعه labor control C. past value، يتبقى الرقم دي اللي هنجيبه من ملف الاكسل اللي احنا كنا شغالين عليه قبل كده. نروح على ملف الاكسل لحضرتك يا باشمهندس. احنا الفلتر واقف هنا عشان ما تدوش، فهنبدا ناخد ايه، ناخد دي على طول كده، وان شاء الله مش هيبقى في خطا، ونروح على ملف البروفير على طول، مش هنودي ورش عمل المره دي. تمام، وتقف تحت منه هنا وتقول له ايه، باست فاليو. حضرتك كده ايه، انت حملت الان سكيلد ليبر، هنشوف النشاط اللي بعد منه. الايكويبمنت اوبريتور، احنا كنا حاطين نشاط هنا ريسورس اسمه ايكويبمنت اوبريتور. الايكويبمنت اوبريتور هتفك الفلتر. تمام، الايكويبمنت اوبريتور تقريبا ما فيهوش حاجه، ما فيهوش، يبقى خلاص مش هنشتغل عليه. شكرا، والله طلع ريسورس محترم. نخش بقى للالكتريستي تقريبا، فيها. هنيجي بقى للنشاط اللي بعده، اللي مش موجود طبعا انت مش بتحمله. بعد كده وقف هنا يا باشمهندس حضرتك، هتاخد الاي دي، نفس الخطوه، اللي ما فهمش الخطوتين اللي فاتوا هنعيد نفس الخطوات. كنترول، قبل ما نعمل بقى كنترول سي المره دي ما ننساش، ندلت ايه، ندلت الاي دي القديمه. تمام حضرتك، تخش على الاي دي اللي هنبدا ناخدها اللي هي خاصه بالالكتريشن، كنترول سي و past value. تمام، وبعد كده بنقف هنا يا باشمهندس، هنا يا باشمهندس ركز، ركز في هنا، في اقصى الشمال عن الكاونت نمبر. بدات كده اتعلم عليهم كلك. تمام، وتقول له كنترول سي، وتروح على ملف
الاكويبمنت اوبريتور ما فيهوش طبعا، هو الريسورس بتاعه مش ما فيهوش. احنا دلوقتي احنا شغالين على الاكتريشن، نقف تحت منه وهنقول له ايه انسيرت كابيت سيلز، تمام، ونبدا نعمل ايه، نبدا ناخد الاي دي بتاع الريسورس لاست فاليو والريسورس نيم، طبعا ديك منه ما فيهوش احنا ما جيناش يمه، والريسورس نيم تست فاليو والريسورس تايب سي كنترول في، تمام. بعد كده يا باشمهندس هنبدا ناخد الرقم اللي احنا جايبينه من الاكسل بتاعنا اللي احنا شغالين عليه. احنا واقفين هنا او الرقم ده كنترول سي، تروح على ملف توقف هنا يا باشمهندس، لانك لو حطيته هنا هتحطه تحت الريسورس اللي انت هتدلته. لاحظ ان الريسورس ده والريسورس ده كله هيتدلت في البرومافيرا، تمام. انت شغلك من اول هنا، الاول اي دي بتاع حضرتك اللي انت شغال عليه ده، تمام. هتقف هنا وتقول له بيست، تمام. بعد كده هنخش على البلمبر اللي ما فهمش برضه في خطوه الثلاثه اللي فاتوا، اكيد هيفهم معانا ان شاء الله في اللي جاي. البلمبر فك الفلتر، واقفين عند البلمبر، نعمل فلتر على البلمبر، ناخد ان ده ننظف صفحه الشيت اللي احنا شغالين عليها. واللي شايف ان الخطوات طويله يجرب الطرق التقليديه يا شباب، لو حد شايف ان الخطوات دي طويله يا ريت يجرب الطرق التقليديه يشوفها بتتعمل ازاي. انت كده بتحمل ريسورس، اصعب حاجه على البرمافيرا او اصعب حاجه في البرمافيرا، والناس اللي شغاله اكيد هياكدوا على كلامي يعني. حملنا الاي دي وبتتحمل بطريقه دقيقه جدا جدا، يعني ما بنفس ما انت شغال في الاكسل بالظبط. الطرق الثانيه طرق طرق صعبة وبيبقى فيه أخطاء كتير كمان. خدنا الاي دي، نقف احنا عند البلمبر، تقف تحت البلمبر حضرتك وتقول له insert cabinet sales، تمام، وبتاخد الاي دي بتاعته تقول سي past value والريسورس نيم و نقول له past value و resource type. في سؤال يا هندسه. اتفضل يا هندسه. مهندس محمود بيقول لو سمحت ايه هي الطرق التقليديه في نقل الريسورسز؟ موجوده كتير على النت يا باشمهندس، انا مش هشرح لك حاجه موجوده على النت. اعمل اكتب بس تحميل الريسورس على البرمافيرا، هتلاقي بقى واحد شغال بقى من البرمافيرا، موجوده كتير على النت. لذلك انا بقول لك الطريقه دي يا باشمهندس حصريه ليك، يعني انت لاول مره هتلاقيها موجوده على اليوتيوب، موجوده على، يعني دي شغلي انا الخاص يعني، وانا متعمد اشتغل بالطريقه دي، وانا بنقل لك الحاجات. لاحظ ان انا ما استطرقتش كتير في الكالندر، ما استطرقتش كتير في ليه، لان انا مشروحه كتير، الحاجات اللي مشروحه كتير ما بنستطرقش فيها كتير، تمام. بنقل لك الحاجات اللي ما اتشرحتش قبل كده عشان تكون كل المعلومات موجوده عند حضرتك. كده يا باشمهندس باقي معانا القيمه بتاعه الريسورس بتاعه البلمبر، ترول سي حملنا كده ايه، حملنا البلمبر يا باشمهندس، تمام. لاحظ الطرق التقليديه يا باشمهندس انك بتاخد رقم من الاكسل وتروح هتحمله على البرمافيرا. لاحظ ان احنا محملين اكتر مثلا من 100 او الكاونت 135، حملناهم في مره واحده. في البرمافيرا بتعمل الحركه دي 135 مره، تخيل، لكل عامل وكل معده، وبتبدا تعدل كمان، يعني انت بتخش وتعدله وتكتب هنا والكلام ده كله. فلاحظ احنا المره دي كانت 135 اهوت في الكاونت تحت، لو تلاحظ الكاونت بيقول لي 135 بتحمله، تمام. الريسورس اللي حضرتك اللي بعد كده هنخش على الكاربنتر، الطرق التقليديه انك بتاخد نشاط وتروح على البرمافيرا تحمله كل واحد لوحده. هنا بنحمل ايه كله مع بعض،
والجهاز هيهنج وهيحصل فيه خطأ دلوقتي، ولكن انا اتعمدت ان انا هحملهم كلك مع بعض عشان نعرفك الطريقة السريعة، ومعظم الأجهزة هتشتغل، يعني الأجهزة الكويسة هتشتغل. في بعد كده نبدأ، احنا خلصنا البلمبر هنشتغل على الكاربنتر، حضرتك تعمل عليه فلتر. الله الكاربنتر دي ظريف قوي، يعني شويه صغيرين قوي. نعلم عليه كده كنترول، وهو هو تقريبا الستيل فيكسر، يعني ممكن يعني الكاربنتر والستيل فيكسر مع بعض. ننظف الشيت بتاعنا، تروح على الاكتيفيتي، علم عليهم كنترول سي، تروح على الشيت بتاع حضرتك كنترول سي كنترول في، لا اسف كنترول زد، باست فاليو، وعلم عليهم كده يا باشمهندس، وبعدين قول له ايه كنترول سي، وتروح على الكاربنتر تحت الكاربنتر، وهتقول له انسيرت كابت سيلز، وتحت الستيل فيكسر لانه هو نفس الاي دي يا باشمهندس، وتحت الستيل فيكسر، انت هنا الستيل فيكسر حضرتك هتقف تحت الستيل فيكسر، وهتقول له ايه لازم تاخدها تاني مفيش مشكلة، هتقول له كنترول سي لان الكوبت سيلز بتيجي مرة واحدة بس، تحت الستيل فيكسر، وهتقف هنا كده وهتقول له ايه انسيرت كوبت سيلز، كده حطيناهم ايه واخدين اتنين ريسورس مع بعض، تاخد دول مع بعض كنترول سي اللي هو الريسورس اي دي و باست فاليو والريسورس نيم، علم عليه كده وهتقول له باست فاليو والريسورس تايب، وتقول له ايه باست فاليو، تمام يتبقى معانا الرقم بتاعه والكميه بتاعته. نيجي بقى للريسورس الثاني ده، ناخده الريسورس اي دي، الريسورس اي دي علم عليهم وتقول له الباست فاليو والريسورس نيم، تمام، وتقول له باست فاليو والريسورس تايب، لو كده كنا عملناهم كل المره اللي فاتت مع بعض نير ريسورس تايب. طيب بعد كده هنبدا ناخد القيمه بتاعتهم يا باشمهندس، هو تقريبا نفس الرقم دي ونفس الرقم دي، يعني تقريبا نفس العدد، يعني طبعا ممكن بتختلف في المشاريع بتختلف، ولكن احنا في الكيس ستادي احنا شغالين على الكيس ستادي بتاعتنا الاثنين زي بعض، فهناخدهم مره واحده. هتقف هنا يا باشمهندس، اوعى تغلط وتحط هنا هنا يا باشمهندس، اللي قصاده صفر ما تحطش، تحط اللي قصاده رقم، تمام؟ ليه؟ لانك لو حضرتك طلعت فوق هنا هتلاقي الايه؟ انا شغال تحت البادجت يونت، تمام؟ سيبك من البادجت كوست، البادجت كوست بتعملها في الكوست فقط، وبعد كده ما عادش تبص لها خالص، تمام؟ والباقي كله ايه؟ والباقي كله بيكون بصفر، تمام؟ تعالى اقف لي هنا برضو حضرتك وقول له باست فاليو، كده حملنا ايه؟ حملنا حملنا الستيل فيكسر وحملنا الكاربنتر. نبدا بعد كده حضرتك نفك الفلتر، ونبدا بقى احنا كده خلصنا ايه؟ خلصنا الليبرز يا باشمهندسين، حملنا كل المعدات، انا بقى ايه؟ بحاول شوف لي بقى الناس، انا هنحاول هنحمل اثنين او ثلاثه معدات يا باشمهندس عشان نحمل الكل يا مهندس اسامه. فروح شوف لي راي الناس، لان هي نفس الخطوات بتتكرر يعني. هنبدا من الاكويبمنت يا شباب. مهندس أسامة أنا معاك هندسة، أنا معاك، بس هو مستني الناس تتكلم. شوف الناس بقى، قول لهم نكمل، أنا هنعمل اثنين ثلاثة معدات ونكتفي ونصدر للبنفيرة، ولا نكمل؟ الناس ناخدهم بتقول كفاية كلها. كده، الناس بتقول كفاية كده، لأن كده متكرر. تمام. هنحمله اثنين معدات أهوت، هنحمله بس اثنين معدات. حضرتك بتكمل نفس الطريقة يعني، أهو بتبدأ حضرتك أو نفس الخطوة بتعلم عليهم، أنا أخذنا المعدات أهيت. كنترول سي، بتروح على ملف البرمافيرا، تقف تحت الاكسكافيتور، ما تمام، وتقول له احنا هنا تحت الاكسكافيتور، هنقول له ايه انسيرت كوبيت سيلز، تمام، والاي دي بتاعت الريسورس اي دي كنترول باست فاليو من بلاك والريسورس نيم باست فاليو والريسورس تايب اللي هو انا نديبر المره دي، تمام، وتقول له باست فاليو
والقيمه بتاعه الريسورس، وهناخد ريسورس واحد بس يا شباب تاني ونكتفي، وهننقل بقى للبريمافيرا عشان نحاول نخلص على 12 ان شاء الله. احنا هنا في ال تمام كنترول سي، روح الملف في الاكسل بتاع البريمافيرا وتقول له باست فاليو كده. حملنا ايه؟ حملنا كل الليبرز وحملنا اول حاجه من المعدات اهو. تمام، هنبدا بعد كده نختار مثلا معده مثلا من هنا كده، نشوف ايه اللي هناخدها هنا كده، نفك الفلتر وناخده مثلا اخر واحده هي التاور كرين اهو مثلا. انا هنا ناخده التاور كرين، ناخده اخر واحده اهو، ولا ناخد البوكات صغير؟ خلينا في البوكات صغير، التاور كرين كتير قوي، خلينا في البوكات، خلينا نخلص. تمام، طيب خش لي على البوكات، صفحه ورشه العمل تنظفها حضرتك من الاول يعني قبل ما تشتغل، لان الاي دي بتختلف. دلت تروح على الاي دي تاخدها كنترول سي باست فاليو كنترول سي. احنا خدنا ايه البوكات تقريبا، ولا لازم نتاكد احنا خدنا ايه اللي احنا خدناه يا شباب؟ عاملين فلتر على ايه؟ اتوقع احنا عاملين فلتر على عاملين فلتر على البوكات. يبقى احنا هنشتغل عند البوكات. فين البوكات؟ اهو اخر واحد. تقوم افتح تخلص هنا وتقول له ايه؟ انسيرت كوبت سيلز. وبعد كده هنبدا ناخد القيمة بتاعته كنترول سي و نقف هنا وهنقول له باست فاليو، وهنبدأ بقى نقول له ايه الاي دي بتاعتك عشان ينهيها لي. الحاجات اللي انا بنعلم عليها وبنعملها دي مهمة باشمهندس، لا ينسى يلاقي الريسورس عنده مش هتتحمل، فلاحظ ان الاي دي ما هو لازم يبقى فيه اي دي، يبقى عارف الاي دي بتاعه فين على البريمافيرا. تمام، ولازم الريسورس نيم، لازم الريسورس تايب، يعني حضرتك لو نسيت حاجه من دول طبعا الريسورس نيم اهوت. تمام، لان انت بدل ما تصين على البريمافير باست فاليو وكنترول سي و باست فاليو. نكتفي بكده يا باشمهندسين في التحميل احنا حملنا العماله كلها وحملنا نوعين من المعدات اللي هو الاكسكافيتور والبوكات. تمام، باقي بقى حاجه بقى قبل ما تنسى، طبعا لازم تحول ايه؟ تحول كل ما هي ارقام لتكست. انا عندي ارقام فين؟ عندي دي ارقام. تمام، يبقى هتقف هنا وتعلم لي عليهم كده كلك. تمام، تعلم لي عليهم كلك يا باشمهندس حضرتك كده، وهتقول له ايه؟ وهتقول له من داتا تكست ديليميتد كوما نكست تكست فينش. تمام، وهتيجي واقف برضو على دي يا باشمهندس، ونفس القصه تحولها لتكست من داتا تكست ديليميتد كوما، ما فيش مشكله بشكل الكوما والتكست وفينش، وتيجي تقف عند البادجت وتعلم عليها حضرتك يا باشمهندس، وتقول له نفس القصة تحولها لإيه؟ تحولها لتكست وفينش. تمام، كده أنا حملت الكوست والريسورس والعمالة وكله على البريمافيرا والأكتيفيتي ونيم والأكتيفيتي أي دي وكله. تمام، بنيجي أقفل الملف بتاعنا يا باشمهندس حضرتك. تمام، بتروح على البريمافيرا، واتمنى الجهاز ما يهنكش، انا طبعا حملته كله مع بعضه عشان عايز في خطا يحصل بس عشان نشرحه لك ونقول لك ازاي تحله. تمام، هتقول له ويحصل، وطبعا تقريبا الخطا هيحصل في البادجت توتال كوست، يعني البادجت توتال كوست مش هحملها كلها، هيحصل فيها خطا وبالتالي هنضطر نعيدها تاني في ثواني
عشان تظبط. بنقول له فايل امبورت سبريد شيت، هات لي الملف بتاع السبريد شيت من احنا في الديسكتوب في سيشن 3 اهوت. نكست، انا عايز الاكتيفيتي والريسورس والريسورس اساينمنت. تمام، فينيش. هياخد وقت طبعا ايه في التحميل، ودي طبعا بترجع لسرعه الرامات لانه التحميل كله على الرامات في الوقت دي. تمام يا باشمهندسين. بعد كده انت ايه اللي انا عملته دلوقتي؟ انا عملت مجهود شغل بيتعمل عملناه في ساعه او ساعه ونص ايا كان، المجهود دي لو هتحمله بالدقه بنفس الدقه وبنفس الحسابات بتاخد حضرتك ممكن تاخد لك يوم او يوم ونص او يومين كمان. احنا عملناه بالطريقه التقليديه بالطريقه الاوتوماتيك من الاكسل للبرمافيرا على طول. بتبدا في الوقت ده يا باشمهندس حضرتك ما بتديش اي اوردر او تيجي او تعمل اي حاجه تاني عشان ما تهنكش ويحصل الامبورت وحصل خطا في الامبورت. تبدا تنتظر، هو بيقول لك ايه ريفيوينج ذا انفورميشن بلو اند تشيك فينيش وين ريدي، يعني هيديك فينيش بعد ما يكون ايه عمليه الامبورت ايه اكتملت، وهيقول لك ان سكسسفول امبورتنج او الامبورتنج سكسسفولي، عمليه الامبورت تمت بنجاح. فبياخد وقت للجهاز، حتى نلاحظ ان الجهاز بدا الايه يبدا يشتغل على السبير روم. تمام، في سؤال عندك؟ اتفضل. لو حد عنده سؤال يسال بقى اهو دلوقتي. ايه؟ لا، ما حدش عنده سؤال ما يسالش كده، خلصنا اهو. ذا امبورت واز سكسسفول. تمام كده، ايه بدا يحمل لك. لاحظ بقى يا باشمهندس ايه، ايوه الخطا اللي انا كنت عايزه حصل اهو. البادجت التوتال كوست طالعه مش عارف 6 مليون 598 الف كذا كذا، فخطا. ليه بقى بيرجع؟ لان انا حملته كله مع بعض. طب ايه الحل يا باشمهندس حضرتك؟ الحل ان انت هتستورد البادجت التوتال كوست تاني مره، ما فيش مشكله عادي. تمام، طيب نبدا بس نطمن انا عامل عشان يحصل الخطا دي في البادجت توتال كوست. نبدا تطمن حضرتك على الريسورس اللي كانت بتاخد وقت كتير. لاحظ هنا ايه، انت متحمل اهوت الان سكيلت ليبر ومتحمله بنفس الرقم اللي هو 26.6. تمام، اللي البادجت يونت، والبادجت يونت بير تايم بنفس الرقم طبعا. لاحظ بقى لو بدانا نغير بقى ايه بقى شغلنا هيبقى بقى الفتره اللي جايه، هنقول له مثلا طبعا انا ما عنديش ال 29 عامل في اليوم، انا ممكن يكون عندي مثلا نوفر لك مثلا عدد اقل من كده، يعني ممكن نخلي انا دي 10 يبقى هنخليهم 3 عمال. تمام، انا عندي 3 عمال يبقى المده هنا هتبقى 10. لاحظ هنا اوتوماتيك بدا يغير ايه، بدا يغير في الـ اللهم صل على الحبيب المصطفى، بدا يغير في العمال. انا بقى هنظبط بس البادجت الكوست الاول. ممكن انا نبدا نقول له فايل امبورت سبريد شيت، هنستورده كمان مره هيظبط، لو ما ظبطش هنخش هنقول لحضرتك تعمله ازاي. نفس الملف بس انا هنقول له من غير الانشطه المره دي، هنخفف عليه شويه يعني. هنقول له امبورت فايل، نفس الملف يا باشمهندس بس انا مش عايز الانشطه، ما تجيبليش الانشطه وهات لي الريسورس والريسورس اساينمنت، بنخفف عليه شويه ولو ما ظبطش هقول لحضرتك تظبطها ازاي. وانا تعمدت اعمل كده عشان يظهر الخطا، لان بعض الايه طيب بيبدا ايه ايوه بص يا باشمهندس كده ايه، لاحظ اهو واز سكسسفول، انا عملت امبورت تاني مره واحده بس من غير الانشطه، بدا يظبط معايا 733,131 900 وايه 918. ال 18 دي جت منين يا باشمهندس؟ المفروض يبقى 910، يعني في 8 ريال جاي. 8 ريال لحضرتك جايه بسبب النشاط اللي احنا عاملينه، اللي احنا عاملينه بنجهز عليه. بعد حضرتك ما بتخلص وتحمل الريسورس، طبعا انا محمل عليه كل الريسورس عشان تظهر لي بالشكل ده. ليه انا عملت النشاط دي يا باشمهندس حضرتك؟ نبدا انا عملت النشاط دي عشان كل الريسورس تكون قدامي هنا والاي دي، بدل ما نقعد نحمل على كل الانشطه. فين بقى الشويه الحمر الموجودين؟ ايوه اهو. انا عملت النشاط ده عشان كل الانشطه تكون جاهزه عندي، كل الريسورس تكون جاهزه عندي بالاي دي وبالنيم وبالتايب. بعد كده حضرتك انت بتحذفه. انا خلصت خلاص، شكرا،
انا ما عادش عايزك كده، حذفت اهوت لان انا كنت عامله ايه، كنت مسميه الاول ايه، اصبحت دلوقتي 733,131,910 اللي هو نفس الرقم يا باشمهندس، اللي هو نفس الرقم حضرتك ايه اللي هو موجود في البي او كيو، 733,131,910. الناس اللي شغاله على فكره في السوق بقالها كتير عرفوا قيمه الطريقه اللي انا عملتها دي، هم حاسين بيها طبعا. الناس اللي هم جداد في البرمافيرا الحمد لله يعني ربنا موفقهم ان هم يتعلموا بطريقه صح. الطريقه التقليديه يا باشمهندس انك بتقعد بقى تصين، تيجي على النشاط دي حضرتك على سبيل المثال النشاط دي تيجي واقف هنا تقول له اد ريسورس، ايه الريسورس اللي موجوده عندك؟ موجود كذا وكذا وكذا، تقول له اصاين، خلاص تمام. طب تيجي تعيد الثاني والثالث والثالث، احنا كده حملنا الكوست، حملت البادجت توتال كوست، حملت وطبعا البادجت والكوست هي موجوده، يعني لاحظ ان اول رقم لو نعمل تشيك على اول رقم اللي هو عامل كام؟ 287,166. حضرتك لما تروح على البريمافيرا على ملف الشيت بتاعك، لذلك هو الملف الشيت بتاعك دي اهم حاجه يا باشمهندسين، تمام؟ تيجي واقف هنا على اول نشاط، شوف دي طبعا هايد، نعمله الان هايد، تمام؟ اهوت 287,000، يبقى نفس الرقم، نفس الرقم حضرتك لما تيجي تراجع مع الاونر او الاستشاري يقول لك انت لما يخش على البرمافيرا ويكتمل هيلاقي الارقام دي، طب الرقم دي يا باشمهندس، طب مش عارف ايه، طب العماله دي، طب على اي اساس حسبت العماله دي يا باشمهندس؟ يبقى انت معاك الاكسل شيت، تقف بالاي دي تقول له يا باشمهندس هذا النشاط حضرتك، وهذا انا حسبته بالطريقه دي، هذا عندي النشاط، وهذا عندي البرودكشن يونت، وده المتر الطولي، ودي والمعادله دي يا باشمهندس جت بناء على انا قسمت المعدل الانتاج اليوم على الاجمالي الكلي وطلع لي ال 30، وادى العماله يا باشمهندس اللي متحمله، ادى الان سكيل، وايه تاني في اول نشاط؟ اول نشاط موجود، حتى موجود عليه الان سكيل والبوكات، موجود عليه الان سكيل والبوكات، يعني بالمناسبه احنا محملين عليه ايه؟ طبعا لا ده تاور كرين، اسف، موجود عليه الان سكيلد والكرين، الكرين 7 طن، احنا ما حملناش الكرين طبعا، فهنلاقي موجود احنا ايه الان سكيلد اهو، تمام. طيب حضرتك لو عملت دي بواحد، طبعا احنا انا قلت لك ليه بقى عملت دي بقى، هتلاقي نفس الرقم هنا، نفس البادجت يونت ايه البادجت يونت اللي هو 29.6، نفس الرقم يا باشمهندس اللي هو هتلاقيه موجود في ملف الاكسل لحضرتك اللي هو ايه ال 30 اللي متقربه، يعني هي طبعا في تقريب، لو فكينا التقريب اهو 29.6. يبقى اذا الطريقه بقى التقليديه يا باشمهندس اللي كان بيسال بتاخد الرقم دي وبتخش عليه في البرمافيرا وتقول له كابي وتقف هنا وتقول له بيست، وتيجي على نفس الرقم وتيجي على النشاط الثاني وبيست. انت دلوقتي خلصت حملت الريسورس، ودي اصعب حاجه في البرمافيرا ان انت تحمل الريسورس بدقيق بطريقه دقيقه جدا، بيكون عندك ريفرنس. انا ما بشكرش في نفسي ولا حاجه، انا الحمد لله من 2012 والملفات بتاعتي بتعتمد في مشاريع كتير في المملكه العربيه السعوديه في هيئات كبيره، وانا مش داعي ان انا اذكرها، ان انا نذكر اسماء الجهات الحكوميه، فالملفات بتاعتي والملفات الاكسل الناس حست انها اسرع حاجه. ومع ذلك لا، انا برحب جدا لاي واحد عنده طريقه مختصره اكتر من كده، انا بنشوف الفيديوهات بتاعتنا بتوصل بتعدي ال1000، فيا ريت لو واحد عنده طريقه اسرع من كده هنتعلم منها وهنتعلم من وكلنا نستفادوا منها. وانا هكتفي دلوقتي بهذا القدر في المحاضره دي، ويا ريت تراجعوها كويس لان انا عارف انها مهمه، مش حابب نتكلم حاجه. اللي باقي لنا ايه يا باشمهندسين؟ باقي لنا حاجات بسيطه جدا وموجوده على الانترنت، يعني ممكن لو حضرتك كمان حابب تسمع تاني، ولكن انا الحته الوحيده اللي مش مشروحه على الانترنت ان انت ازاي تظبط الديوريشن والريليشن وفقا لدي سي ام اي، تمام؟ ولكن هتلاقيني بنقولها لك مره واحده وهتعرف طريقتها، وهنبدا نكرر بقى، نكرر نكرر نكرر، فاللي جاي كله تكرار. هنبدا نعدل الاوريجينال ديوريشن بناء على العماله، تمام؟ وهنبدا نعمل الدبليو بي اس والكود، وهنعلمك وهتستفاد، يعني المحاضرات اللي جايه ان شاء الله هنكمل في الدبليو بي اس وهنكمل في الكود، وهتعرف ازاي تستفاد من الدبليو بي اس والتكويد، يعني هتخلي البرمافيرا تتكلم كده زي اللي انت عايزه تظهر هذا، تمام؟ ولكن انا الحمد لله النهارده ايه اللي احنا كنا مخططين له، ان خلاص اللي هو تحميل الكوست، تحميل الريسورس على البرمافيرا. نكتفي بهذا القدر النهارده، وباشمهندس اسامه اعمل لي استبيان، استاذن حضرتك تعمل لي استبيان ان المحاضره اللي بعد العيد ان شاء الله تكون اجابات، ولا نكمل اسئله واجابه نعملوها يعني مناقشه تفاعليه بيننا وبين الشباب،
ولا نكمل بنفس تكمله في البرمافيرا؟ اللي جاي كله هيكون شغل البرمافيرا يا شباب، فيا ريت كله يسطب برمافيرا. تمام يا باشمهندس اسامه؟ تمام هندسة، تمام. ولكن طمنوا يا باشمهندس، دي اصعب مرحله. المحاضره بتاعت النهارده هي اهم محاضره، او بمعنى صح اهم محاضره في من اول الاكسل واللي جاي. يعني هو كل المحاضرات مهمه ان شاء الله، ولكن اهمهم ان عرفوا حاولوا الشباب يطبقوا عليها. وبالمناسبه جاي لهم اجازه عيد، يعني في 15 يوم الناس تطبق فيها كويس. لا ممكن الناس اللي بتقول ممكن الاكسل، لا الاكسل ما عادش هينبعت تاني يا شباب خلاص. الاكسل لان في ناس اشتغلت الاكسل ده مجهودك انت، اسمع الفيديوهات وكمله بقى واشتغله. ولكن بعد ما نخلص خالص الكورس تمام خالص، ونشوف الناس اللي بعتت، ونقفل الميعاد الاستقبال، هبعت لحضرتك ملف الاكسل، هبعت لحضرتك ملف الاكس ار، اي حاجه بتحتاجها. احنا مجرد زملاء وبنتعاون مع بعض في اي وقت، حتى بعد سنه بعد اتنين مع بعض. الاكونت بتاعكم بتاعي معاكم، تتواصلوا معايا ان شاء الله، مش هنكون هنتاخر عنكم ان شاء الله. تمام، يلا استاذن حضرتك يا باشمهندس، يلا سلام عليكم. اتفضل هندسة. تمر بخير يا اسامه، الله يخليك هندسة. وكل سنه وانتم طيبين يا شباب. سلام عليكم.